تغيير مشروط شوية، لأن هو لازم يلمس كل أركان كرة القدم المصرية، في مقدمتهم الجمهور، مرورا باللاعبين ومجالس إدارة الأندية، وبالتأكيد الأندية. الفترة الأخيرة كمان أصبح عندنا كوادر كتيرة واعدة وجهات بدأت إنها تصمم الخطط المحطوطة عشان إن إحنا نبدأ نخطط ونشوف كرة قدم مصرية تليق أكيد بسمعة كرة القدم المصرية وعراقتها ومكانتها في الشرق الأوسط وإفريقيا. النهاردة إن شاء الله من هنا من العاصمة الإدارية الجديدة أقدر أقول لحضراتكم إن هي هتكون ضربة البداية، ضربة البداية لمستقبل أفضل، مستقبل واعد لكرة القدم المصرية. لازلنا في نفس السياق، سياق التطوير. التطوير دايما من الامور اللي بتكون دايما ايجابيه، خصوصا لما تبقى الصناعه صناعه كبيره جدا زي صناعه كره القدم. النهارده باذن الله احنا على يعني خلاص بعد يعني دقائق وساعات قليله بتفصلنا ان احنا نقدم لحضراتكم مفاجات كتيره جدا بتخص البطوله الاقوى، طبعا بطوله الدوري المصري، واحده من البطولات الهامه جدا. هنناقش مع حضراتكم كل التفاصيل في ضيافتي النهارده الزميل العزيز والمحلل الرياضي والناقد ايضا الرياضي الزميل العزيز عمر عبد الله. عمر برحب بيك ومبسوط ان انت معايا ومبسوط بالاجواء كلها، ان احنا نكون يعني بنقدم للجماهير حاجه ايجابيه النهارده باذن الله. انا مبسوط جدا ان انا موجود معاك يا غني، وموجود في يوم جميل زي ده، وموجود في يوم فعلا كلنا بنتمناه، وكلنا يعني بنشوف ان الكره المصريه تستحق ده، انطلاقه جديده باذن الله للكره المصريه ان شاء الله باذن الله. اجواء جميله زي ما انت قلت، ونظره للمستقبل برضو زي ما انت قلت، وان شاء الله باذن الله يبقى يوم جميل فيه مفاجات ترضي طموح كل متابعي ومشجعي كره القدم المصريه في انطلاقه جديده باذن الله لكره القدم المصريه خلال السنوات المقبله باذن الله. باذن الله. تابعنا اكيد مع حضراتكم رابطه الانديه المصريه ودورها الهام جدا في الفتره الاخيره، نشأت بطوله جديدة زي طبعا كاس الرابطه، وامور كتيره جدا اكيد هنعيشها مع عمر. عمر يعني اعتقد فكره الرابطه المصريه او رابطه الانديه المصريه لما بدات انها تقدم امور ايجابيه كتيره جدا، كان اهمها طبعا كاس الرابطه والامور اللي حضرتك اكيد عارفها. شايف النهارده كمان لما نبدا نعمل شكل جديد للكره المصريه، نبدا بقى يكون في نظام. انا من الناس اللي بتحب النظام جدا، واي حاجه ماشيه بالنظام لازم تنجح. بالتاكيد هو ما حدش في عالم كره القدم كله يكره نظام كره القدم، صناعه كبيره جدا جدا بيدور في فلكها العديد من 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 الامور، من لاعبين وجماهير واداريين وكل شيء ومجالس ادارات، كل شيء في صناعه كره القدم. خلينا نقول ان رابطه الانديه كان عدنا سنين طويله يا غانم بالنادي بوجود رابطه لانديه الدوري المحترفين، رابطه لانديه الدوري عشان تعيد صياغه منظومه كره القدم المصريه. كنا بنشوف سلبيات كتير خلال الفترات اللي فاتت. خلينا نتكلم بصراحه ان احنا حتى لو الطموح كبير والطموح اكبر بكتير، احنا بنشوف خطوات بتتحول لامر الواقع. السلبيات مش بس بتنتهي، احيان كتير بنشوفها ان هي تتحول لايجابيات. شفنا النهارده احنا بننهي الدوري في شهر يوليو، واحنا قبل كده كنا بننهي الدوري في شهر 10 وفي شهر اكتوبر وفي شهر نوفمبر، ونبدا الدوري اللي بعديه ب 15 يوم. النهارده بننهي الدوري في شهر 7، السنه الجايه ان شاء الله بننهي في شهر 6، ونبدا نبقى موسم بدل ما كنا بنبقى سنه، نبقى موسم زي بقيه دول العالم. نقله كبيره جدا. شفنا حتى النظر لابسط التفاصيل يا غانم اللي بتهم مشجع كره القدم، نقل التلفزيوني، التطوير النقل التلفزيوني من الاس دي للاتش دي في 90% من مباريات الدوري، محاولات للتطوير، كل ده شيء مهم جدا. ده كمان بيخلينا النهارده يبقى عندنا امل كبير في حدث زي النهارده ان المستقبل كمان يكون افضل، تطوير اكتر لكره القدم. وخليني اقول لك ان كلمه تطوير قد تبدو للبعض مطاطه شويه، لكن هي الحقيقه لا، انت ممكن في خطوات في التطوير ما تحسش بيها كمشجع عادي، لكن انت كعامل في كره القدم او كعنصر داخل منظومه كره القدم تحس بيها. يعني على ابسط مثال، انت النهارده ما عندكش مشكله في الانديه اللي متاهله لافريقيا في العقود بتاعه اللعيبه، ان هو عقده خلص ولسه مكمل الموسم او مش هيلعب مع بطوله افريقيا، او ارسال الانديه لبطوله افريقيا زي ما حصل في مواسم سابقه. كل ده بيبقى نتيجه مجهود بنتمناه ان شاء الله ان هو باذن الله يستمر، ويكون النهارده كمان تدشين لمرحله وفتره جديده باذن الله. طيب هاخدك خطوه لورا، يعني انا دايما بقول عشان توصل لقمه الهرم يعني لازم قاعده الهرم تكون صح، وانا هنا هضرب مثال على قاعده الهرم دي بالتكاتف اللي موجود في الانديه. النهارده واحنا واقفين على ريد كاربت انا وانت من شويه، كل مجالس ادارات الانديه بدات تتوافد، مفيش نادي موجود في الدوري
انا شخصيا ما شفتش حد يعني فكره التكاتف نفسها لانجاح اي حدث من الامور الهامه. شايف ده حاصل وقدر الرابطه انها تنفذ الدور ده معاهم ولا لا؟ بالتاكيد، لان ده جاي مشتق من اسم هي رابطه للانديه، هي بتربط كل انديه الدوري المصري للمحترفين، الدوري الممتاز اللي كان بيسمى دلوقتي الدوري المصري للمحترفين، دوري رابطه الانديه المصريه للمحترفين. هي في الاول وفي الاخر ده ترابط، الانديه دي كلها في الاخر مصلحتها واحده، لان بتصب في مصلحه كره القدم المصريه. كره القدم براند كبير في مصر، وكره القدم المصريه هي ان احنا النهارده لو بنتكلم على الدوري المصري فهو الدوري الاقدم والاقدم والاعرق في كره القدم الافريقيه والعربيه، فبالتالي احنا بنتكلم على تاريخ كبير. وفي كره القدم يا غانم في ناس يعني بتحط مشاريع كبيره وبتبذل مجهود كبير عشان تكتسب الشعبيه، عشان تكتسب العراقه. انت اوريدي عندك ده، انت اوريدي عندك الصعب في كره القدم، فبالتالي كون ان انت بس شويه تنظيم تحط الورق وترتبه وتحط المكعبات كده فوق بعض عشان تطلع بالشكل المنظم المرتب في الاخر، هو ده الهدف المطلوب. من كلامك حاجه بمناسبه العراقه، يعني رايك في الفيو والمنظر، وانا بعمل مقدمه خدت الكلمه منك بصراحه، يعني فكره ان احنا بنتكلم على المستقبل من عاصمه المستقبل والعاصمه الاداريه والفيو، وفكره بقى ان احنا نقدر بسرعه فعلا نشوف الطرق ممهده وكميه الانجازات اللي موجوده، اعتقد ده شيء يشرفنا كمان ومش ناسين، ولازم الناس وهي شايفانا تفهم ان الخلفيه الجميله اللي ورانا دي احنا متواجدين في العاصمه الاداريه، ويا ريتهم معانا يشوفوا اللي احنا شايفينه كمان بره اللوكيشن، نشوف العاصمه نفسها، العاصمه الاداريه واللي تم انجازه فيها. لان زي ما انت قلت واحنا كنا بندردش قبل الهوا، فعلا انت تبص للمستقبل من عاصمه المستقبل تبقى دي نقطه انطلاقك انت دايما. اه حبيبي والله. فدايما انت باصص لقدام من نقطه انطلاقك، هو ده توجه عام في مصر كلها مش في كره القدم المصريه بس، فبالتالي كره القدم جزء من الدوله المصريه بالكامل اللي بتبص للمستقبل. العاصمه الاداريه انا بقول لك واحنا جايين واحد مبهور يعني سمع كتير بس لما شاف بشكل تاني خالص، ولما تشوف بعينك وتلمس بنفسك اللي موجود، وزي ما انت بتشوف عارف انت المستقبل مع العراقه. دايما انا بشوف ان هي دي مصر، لان مصر كدوله انت بتتكلم في تاريخ كبير وحاضر وان شاء الله مستقبل مشرق، هو ده اللي احنا بنتمناه وبنشوفه النهارده حتى في حفل الرابطه وفي المؤتمر اللي موجود النهارده، ان احنا ازاي هنمزج تاريخ كره القدم المصريه وعراقه كره القدم المصريه وعراقه مصر كلها بمستقبل ان شاء الله بنخطط له بشكل جيد باذن الله، بحيث ان هو يبقى يفيد كل انديه الكره المصريه ويفيد المنتخب الوطني في الاول وفي الاخر. لان انت زي ما انت شايف حتى لو في تحفظات يا غانم احنا بنوصل وبننجح، احنا النهارده واصلين اولمبياد باريس، الاهلي بطل دوري ابطال افريقيا، يعني انت موجود خارج مصر بشكل كبير جدا فنيا في كره القدم. بعض التنظيم ان شاء الله اللي بنتمناه واللي بنشوفه بالمناسبه، هنشوف ان الكره المصريه باذن الله في خلال سنوات قليله مقبله باذن الله نتمنى ان هي توصل للمكانه اللي بنتمناها واكتر كمان ان شاء الله باذن الله. يمكن وانا بتكلم كمان مع عمر كنا بنتكلم على قيمه الاعلان المبكر، فكره ان احنا يبقى عندنا دوري منظم، فكره قيمه الاعلان المبكر البعض قد يشوفها حاجه بسيطه، ولكن بالنسبه للانديه بقى مرورا بتجديد عقود اللاعبين، مرورا بالامور الرعايه الخاصه بالكلام ده كله، اعتقد عمر ممكن يسترسل ونمسك نقطه نقطه نتكلم بقى على الجوانب الايجابيه اللي هتفيد زي ما انا قلت في المقدمه المنظومه كلها واركانها من لاعبين ومجالس اداره انديه واكيد الجمهور كمان جزء لا يتجزا من هذه المنظومه. عمر ده 100%، ده انت بتقول ان هو ممكن يكون جزء بسيط، ده اساس من اسس كره القدم. اي مدير فني في العالم عايز يعرف مسابقته هتبدا امتى وتنتهي امتى، ده الجزء الفني الابرز في الموضوع. انت بتودي احنا كنا قبل كده هنبدا يوم كذا وهننهي ان شاء الله هنقول لك. تعالى ناخدها من الجانب الفني، يعني لو هضرب مثال بره، دايما بنشوف فترات الاعداد والبطولات المجمعه الصغيره اللي بتلاقي ما بين اربع فرق وبعضهم البعض. فنيا انت النهارده راجل كوتش وعندك فرقه وعارف النواقص اللي عندك، هتبدا تدخل في تفاوضات مبكرا مع اللعيبه بحيث اللاعب ده لو عنده عرض مغري انت عارف البديل ما تبقاش مزنوق. فمن جانب القيد عايزك تستعرضها، ومن جانب الفني بقى كمان كامور بدنيه وفنيه للمدير الفني. بالتاكيد انا لما ابقى في الجانب الاداري من جانب التعاقد مع اللعيبه انا عارف بدايه الموسم بتاعي، انت هتعاقد مع اللعيب اللي جاي بالفلاني الفلاني ده من في الفتره الفلانيه، هيبقى موجود معايا في فتره الاعداد ولا لا، هو اصلا مخلص الموسم بتاعه بدري عني قد ايه، فهيخش هيحتاج فتره اعداد قبل اللعيبه ولا لا، لان انا النادي الفريق بتاعي مخلص متاخر وهو مخلص بدري، فعنده جابه في الناحيه الفنيه او عنده جاب في الناحيه البدنيه ما بينه وما بين زملائه اللي هينضم اليوم. ده شيء مهم جدا. المدير الفني نفسه لما بيجي يمسك مدرب ما بيشتغلش اعتباطا يا غانم، المدرب بيبقى عنده الجهاز الطبي بتاعه والجهاز الفني والاحمال اللي بيتكلموا معاه، بيقولوا احنا هنبدا الموسم يوم كذا، عايزين نوصل للتوب فورم في الفتره الفلانيه. كان دايما ماسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس يقول المهم احنا فين في شهر ابريل، احنا هنعمل ايه في شهر ابريل، ابريل ده موسم الحصاد في كل انديه اوروبا، فبالتالي هو لو مش عارف هيبدا امتى ويخلص امتى مش هيعرف موسم الحصاد بتاعه امتى. لو هو مش
عارف الموسم بتاعه هيخلص في مايو يونيو، مش هيعرف ان هو موسم الحصاد بتاعه في ابريل. قيسها بقى هنا على المدربين في الدوري المصري، مدرب مثلا زي مارسيل كولر هو خلاص عارف انه هيفنش الموسم بتاعه في 30 يوليو، فهيبدا الموسم بتاعه الجديد طبعا هيتم الاعلان خلال المؤتمر الصحفي، والموسم هينتهي امتى، فهيبقى هو عارف فتره التوب فورم بتاعته امتى، فتره الحصاد بتاعته امتى. حتى كان مانويل جوزيه دايما كان بيقول انتوا عايزين التوب فورم امتى؟ في ديسمبر عشان كاس العالم للانديه، لانه بيبقى عايز يعرف الكالندر بتاعته او اجنده المباريات بتاعته ماشيه ازاي. ده شيء مهم جدا. على الجانب الفني، المدير الفني بياخد فتره اعداد دي اللي بتقوم اي فريق على رجله. احنا لو بنتكلم النهارده على النادي الاهلي اللي هو بطل دوري ابطال افريقيا وبيقدم اداء جيد، لان مارسيل كولر لما دخل الفرقه كان عنده لعيبه واخده اجازه من السنه اللي فاتت، ودخل عمل قياساته البدنيه والتحاليل الدي ان ايه، فاللعيبه وقفت على رجلها على مدار الموسم. ده مش شيء هين. انا النهارده بدل ما ده الاهلي عمله بشكل انديفيديوال لوحده عشان كان واخد قرار براحه اللاعبين مثلا في الموسم الماضي، لا، انا النهارده ربطت الانديه تدي الانديه كلها انت الموسم بتاعك من يوم كذا لحد يوم كذا، انت حضر نفسك فنيا وبدنيا واداريا وتتعاقد مع لعيبتك، حتى لو عندك لعيب هينتهي عقده انت عارف هينتهي امتى وهتعوضه بمين. انا عايز اضيف حته، كنا دايما بنتكلم كان في الاستوديوهات التحليليه على فكره التجانس. اوقات نادي ممكن كان بيعمل صفقات كويسه بس اللعيبه نفسها كمان ما بتلحقش تتجانس عمر مع بعض، واعتقد ده من الامور اللي ممكن تحصل في فتره الاعداد كمان. ده 100%. فتره الاعداد دي اهم فتره يا غانم لاي فريق كره قدم. كان دايما واحنا صغيرين لما نيجي نلعب ناشئين يقول لك الفتره دي اللي هتقومك على رجلك الموسم كله، الشهر ده اللي هيخليك تلعب السبع ثمان شهور التانيين. فاحنا افتقدنا ده خلال المواسم الماضيه، لكن واضح ان شاء الله باذن الله في ترتيب للوضع ده خلال المواسم اللي جايه. وزي ما بقول لك ان انت تنهي الموسم في يوليو ده ما كانش بيحصل في السنين اللي فاتت. في ناس تشوف ان احنا متاخرين شهر عن العالم، بس ده شهر. انت قبل كده كنت متاخر خمس وست شهور، كنت بتنهي الموسم والفرق والدوريات في العالم بدات في الجوله الثالثه والرابعه. فبالتالي لا، احنا بنتكلم في خطوه ان شاء الله. وعايز اقول ان الخطوات دي بتبقى تراكميه يا غانم، يعني الخطوه الموسم ده مع الموسم الماضي مع الموسم اللي جاي، هتلاقي نفسك واحده واحده وصلت لمرحله انك بتبدا عادي جدا في اغسطس وبتنهي في مايو مع كل الدوريات الاوروبيه والدوريات العربيه اللي حواليك. فبالتالي هتمشي مع الكالندر، مش هيبقى فيه تضارب مع مباريات المنتخبات، مش هيبقى فيه تضارب مع البطولات اللي في وسط الموسم اللي هي بتبقى على العالم كله، سواء كان دوري ابطال او كاس عالم للانديه. فدي كل ده النظام اهم حاجه، لان زي ما بقول لك كره القدم صناعه كبيره جدا. طيب الاجنده شايفها مزدحمه الموسم المقبل، ودور بقى الرابطه انها تبدا تنسق. عندك اربع انديه بيشاركوا في بطولات افريقيه، سواء في دوري ابطال افريقيا او الكونفدريشن كاب او البطوله الكونفدراليه، مع بعض الانديه اللي ممكن كمان تشارك في البطولات العربيه، مع الثلاث بطولات اللي عندنا في الموسم المحلي من دوري وكاس وكاس رابطه مع بطوله السوبر. شايف الاجنده دي كلها ازاي الرابطه، او يعني رؤيتك بقى ازاي يكون في اجنده مع كمان المشاركات الدوليه، يعني الامور هتبقى عامله ازاي؟ بص، هو طبعا وضع صعب، لان انت عندك يعني اجنده مزدحمه جدا زي ما انت قلت، اربع انديه في افريقيا، ممكن انديه في بطولات عربيه، منتخب عنده كاس امم افريقيه في يناير، اهلي عنده كاس عالم انديه في ديسمبر، كل ده وضع صعب. ولكن منتخب اولمبي كمان، منتخب اولمبي عنده باريس بعد 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 نهايه الموسم اللي جاي ان شاء الله باذن الله. الف مبروك طبعا للمنتخب الاولمبي، وهارد لك الخساره باداء بطولي يعني. لكن خلينا نقول ان البدايه النهارده، البدايه في ايه النهارده؟ ان انت عندك موسم، انت عرفت زي ما بيقولوا كده الراس والذيل، عرفت البدايه والنهايه، فانت عرفت ان انت بتتحرك في الـ في الـ في الـ في, الـ في الوقت ده، في العدد ده من الشهور او الايام. القصه كلها في رايي انا بتبقى باختصار بلوائح واضحه. الفريق اللي بيلعب في دوري ابطال افريقيا عنده عدد من الايام يتم الاتفاق عليه والموافقه عليه والزام الانديه. ودي نقطه مهمه يا غانم انا عايز اقول لك عليها، وهي فكره ان ليه الزام الانديه. هي كونسبت الرابطه جاي منين؟ رابطه الانديه، لان الانديه هي اللي بتدير نفسها، هي ما يعني ما بقاش في حد هو اللي بيدير الانديه، او هو اللي بيبقى في تعارض ما بينه وما بين الانديه، هو في وادي والانديه في وادي. لا، ده الانديه 18 نادي هم رابطه الانديه المحترفه، هم اللي بيلزموا بعضهم البعض بالقوانين دي. فبالتالي اللوائح بتبقى واضحه، النادي اللي بيلعب خارج ارضه عنده عدد ايام من الراحه، النادي اللي بيلعب على ارضه عنده عدد ايام من الراحه. فتقلل على قد ما تقدر، تقلل بقدر الامكان المباريات المؤجله، فتقدر ان انت توجد الفراغات. وده شيء انا بشوف ان هو في طريقه للانجاز ان شاء الله خلال الفتره المقبله، لانه مش صعب، لان العالم كله بيمشي عليه. طب كان صعب عندنا ليه؟ لان كان
الجهتين مختلفتين شويه، يعني كان اتحاد الكره مصلحته الاساسيه المنتخب وده حقه تماما، وناحيه تانية الانديه شايفه ان الامور مش منتظمه. لكن لما تبقى الرابطه هي اللي بتاخد القرار ده، لان هي رابطه الانديه، قراراتهم ملزمه ليهم بالتشاور ما بينهم وما بين بعض، مصلحتهم في الاول وفي الاخر، اعتقد ان ده هيحل المشكله بشكل كبير جدا بلوائح واضحه تسري على الكل من بدايه الموسم. طيب النهارده عندنا راعي جديد وبطوله هيبدا شكلها يختلف وتسميتها حتى نايل ليج، او يعني الشركه الراعيه الجديده نايل ديفلوبمنتس. بنشوف بره الرعاه دايما بيقدموا بنفيتس كتيره جدا او فوائد، بحاول استخدم اللغه الصحيحه، للاستفاده من الانديه، وحتى فكره بقى ان احنا نشوف يبقى كمان امتداد، مش بس النادي بيستفاد، اللعيبه كمان بتستفاد. زي ما بره بنشوف تتويج كل شهر، جائزه افضل لاعب في الشهر، جائزه افضل لاعب، الحذاء الذهبي وخلافه من الامور. نمسكهم جزء جزء ونبدا بالمطور او الراعي الجديد لكره القدم المصريه وبطوله الدوري. خطوه مهمه جدا. خليني اقول لك، طبعا انا ما يعني عشان ما حدش يقول ان احنا بنشطح قوي، بس احنا بناخد المثال. خليني اقول لك ان كان نقطه التحول في البريمير ليج مثلا هي وجود راعي. الراعي اللي كان اسمه على اسم البريمير ليج لسنوات طويله جدا هو اللي عمل عمليه التحول دي. طب عملها ليه؟ لان في الاول وفي الاخر بمنتهى البساطه احنا في بدايه كلامنا قعدنا نقول ايه؟ كره القدم الصناعه بيدور في فلكها الكثير، الصناعه دي محتاجه تمويل، فان انا الاقي تمويل قوي واستثمار قوي في بطوله الدوري المصري، بالتالي ده هينعكس على الانديه، لا هيبقى عندها مقابل مادي، المقابل المادي ده هيساعد الانديه في ان هي رقم واحد تلتزم او توفي بالتزاماتها مع لاعبتها، فاللعيبه مستواها الفني هيرتفع لانها مرتاحه نفسيا، بتاخد فلوسها في اوقات منتظمه، الانديه مش هتمر بضوائق ماديه متعدده، فبالتالي انت بقى عندك نوع من انواع الاستقرار المادي الذي يتبعه الاستقرار الفني. طب الاستقرار الفني ده يتبعه ايه؟ يتبعه ارتفاع في المستوى الفني للانديه والفرق، وبالتالي المباريات، بجانب الخطوات اللي احنا زي ما كنا اتكلمنا فيها وهي انتاج المباريات نفسها وتحويل الشكل البصري للمباريات الدوري العام وتحسينه بشكل كبير جدا عن المواسم السابقه، ونطمح في افضل خلال الفتره المقبله على كافه الاصعده. فبالتالي وجود راعي للدوري المصري دي نقطه مهمه جدا جدا، لان البطوله اللي كانت مجرد بطوله تنافسيه فقط في كره القدم، لا بقت اصبحت بطوله تنافسيه في كره القدم ليها عائد مادي بيوزع على الانديه وفقا كله لنتائجه، وفقا كله لمردوده. فبالتالي دوره راس المال هتدور، النادي هيبقى فيه عنده طموح انه ياخد مركز متقدم عشان ياخد فلوس اكتر، عشان يقدر يصرف على فرقته، وبالتالي العنصر الاحترافي اللي احنا كنا بندور عليه خلال الفتره اللي فاتت ده مهم جدا، لان زي ما بقول لك مفيش دوري في العالم، سواء كان دوري في التوب 5 ليجز او في اوروبا عامه، في السكند ديفيجن في اوروبا او في افريقيا او في الوطن العربي، كان له راعي الا وتطور بشكل كبير جدا، لان ده اصل واساس كره القدم في اخر 20 30 سنه، وهو فعلا الاستثمار الرياضي الحقيقي، ان يبقى في سبونسر بيرعى، هو بيستفيد والكره المصريه كلها بتستفيد، لان زي ما بقول لك بدل ما الموضوع مجرد تنافس في الملعب، لا بيبقى تنافس له مقابل وعائد مادي مهم جدا لكافه الانديه، من صاحب المركز الاول وحتى صاحب المركز الاخير، كل الانديه بيبقى ليها مقابل مادي وفقا لمردودها داخل البطوله، وده شيء مهم جدا جدا يعني. ودي اهم جزئيه، لان وفقا لمردودها اكيد مش هساوي البطل او الفرق اللي موجوده في بالزبط. المربع الذهبي بالفرق اللي موجوده في منتصف الجدول او الفرق اللي ملهاش مردود جيد داخل البطوله، وبالتالي بدل ما انت الصراع هيبقى على المركز الاول والثاني والمراكز الاخيره، لا كل فريق هيحاول يحسن من مركزه، لان كل ما بتعلى ليفل العائد المادي بتاعك بيزيد، يعني في اوروبا في البريمير ليج مثلا كل نادي في مركز له عائد مادي غير اللي قبله، مش شرط تكون متاهل في اوروبا، يعني مثلا صاحب المركز السادس بيلعب اوروبا ليج، السابع مثلا بيلعب كونفرنس ليج، صاحب المركز الثامن مش هيتاهل بس العائد المادي بتاعه اعلى من العاشر، فالنادي هيفضل يلعب ويبقى عنده تنافسيه ان هو عايز ياخد الثامن بدل العاشر عشان العائد المادي بتاعه يزيد. فبالتالي هنا اصل الموضوع، مش هتلاقي سبع ثمان مراكز في النص كده بتلعب وخلاص، انا ولا هتاهل ولا هابط فتمام، لا هتلاقي ان في انا عندي هدف ان انا عايز التطوير والاستثمار الرياضي بتاعي يزيد وفقا لمركزي في جدول الدوري. كل ده احنا بنتكلم فيه ما بيحصلش من يوم وليله يا غني، ولكن يكفي، يعني في مثل انجليزي شهير يقول لك ان تاتي متاخرا خيرا من لا تاتي ابدا. البدايه النهارده، بدايه من سنتين من انشاء الرابطه، بصراحه حصل تطور ولو طفيف بس ملموس جدا زي ما قلت لك وبدات كلامي معاك، في سلبيات، السلبيات مش اختفت بس دي بدات تتحول الى ايجابيات بشكل كبير جدا، فالنهارده بدايه جديده ان شاء الله عشان الامور دي على مدار موسم 2 3 نوصل للبرفكشن او الكمال او الشكل اللي احنا عايزينه في كره القدم المصريه اللي احنا نتمناه وتستحقه بالمناسبه كره القدم المصريه لعراقتها وتاريخها الكبير جدا جدا في مصر وفي افريقيا وفي الوطن العربي. باكد كلامك طبعا. طب هرجع تاني لنفس
النقطة، فكرة التكاتف أو القاعدة الأساسية. أنا هضرب مثال مش يعني مش ببعيد قوي، وكنا بنشوفه زمان إن هو عقبة، يعني فكرة إن دايما الأندية لما بيجي لها استدعاءات للعيبة دولية كان دايما يقول لك لا المشاركات، مع إن مثلا البطولة مع الأخيرة يعني اللي موجودة في أفريقيا ثواني، هو يعني ممكن السؤال ده يبقى مهم شويه فياخد وقت بصراحه وحيز يا عمر، فبشكرك لحد دلوقتي. هرجع دلوقتي ليحيى زميلنا العزيز، واكيد للحديث بقيه معاك يحيى. طبعا الحديث بقيه وامور كتيره جدا الحقيقه، يعني هنحاول ان احنا نروح لها كلها ونناقشها مع الساده المشاهدين، فلك الكلام الان فتفضل. كنا مع حضراتكم في المؤتمر الخاص والتغطية الخاصة للإعلان عن موسم جديد. رابطة الأندية شغالة بقالها موسمين، شغل كبير جدا، شغل عظيم جدا، لسه اللي جاي منتظرين أكتر وأكتر من رابطة الأندية. وتفاصيل الإعلان عن عقد رعاية جديد للدوري المصري كل ده هنكون موجودين فيه مع حضراتكم. دكتور عادل، يعني سؤال مهم جدا، وهو الرابطة كيف تتعامل مع ازدحام الأجندة اللي هتكون موجودة عندها في الموسم اللي جاي اللي هيتم الإعلان عن تفاصيله خلال دقايق. بص، ده أمر بالتحديد لازم يكون الإجابة عليه أن أنت لما بتتخذ خلاص قرارات بأن الموسم يتم في الأسابيع التالية بتواريخ معينة ما يتمش التراجع عنها، لأن أنت انتظام المسابقة جزء لا يتجزأ من النجاح بتاع أي مسابقة في الدنيا. إحنا النهاردة وإحنا بنتفرج على الدوريات الأوروبية بنعرف الموسم هيبتدي إمتى وينتهي إمتى، عارفين الأول الأسبوع هيكون من إمتى لحد آخر أسبوع. صحيح في بعض الظروف احنا مش شبه اوروبا فيها، يعني هم مثلا عندهم السفر من دوله الى اخرى الامر سهل وبسيط، لما انت عندك هنا لما تيجي تسافر وتلعب في دوله في جنوب القاره او غرب القاره الموضوع بيبقى في السفر الامور مرهقه ومتعبه، فبالتالي كمان المده بتاعتك بتطول. ولكن مهم جدا ان انت لما تحط اجنده معينه للبطوله لا يتم التغيير فيها او التلاعب فيها علشان المسابقه يبقى مضمون نجاحها وتكون الانديه عارفه اللي ليها واللي عليها، عشان كمان الانديه من البدايه تكون عارف ان انت عندك ماتشات الاسبوع الاول كذا، الاسبوع العاشر كذا، الاسبوع العشرين كذا، عشان بعد كده ما نلاقيش الانديه بتيجي تقول لك ايه لا اصل انت ضغطني، اصل انت الامور صعبه، اصل الكلام ده كله هو ده اللي بيخلي ان انت بتذهب عن البطوله وبتبعد عن البطوله وتخش بقى في امور جانبيه. الامور اللي زي دي هي اللي ما بتنجحش المنظومه. بس ساعات الظروف بتعندك، يعني ساعات بيبقى في ماتشات وبطولات مش عندك ظروف في الحاجات اللي ما بص لو فتحت الباب للظروف الاستثنائيه شكرا كله هيبقى ظروف استثنائيه. انا وجهه نظري كده، انت من البدايه عارف انت عندك مشاركه في بطوله الاولمبياد في باريس، عندك مشاركه في كاس العالم للانديه للنادي الاهلي، عندك مشاركه في بطوله افريقيا القادمه الكونفدراليه، وعارف الانديه اللي هتشارك يا جماعه الجدول بتاع كل نادي كذا كذا كذا، وكمان المنتخب الاولمبي اللي رايح ده ما هو محتاج برضو ان انت اللعيبه دي طبعا تلعب مع بعض. المنتخب ده يحيى لعب 9 مباريات وديه، 4 مباريات في التصفيات وذهب للبطوله، ف 13 ماتش ما كانش كافي بالشكل المطلوب، ورغم من كده عملوا اداء عظيم. فبالتالي لو كان روجيرو ميكالي كان موجود من البدايه او قبل كده بشويه وكمان كترت له المباريات، اعتقد كمان ان الاداء كان هيبقى افضل كمان من كده بكتير، وان كان الولاد ما قصروش في اي شيء. فبالتالي لازم تكون الاجنده بتاعتك ما يتمش الا يكون فيها الامور ثوابت محطوطه من اول الموسم علشان تضمن نجاح المنظومه ونجاح المسابقه اللي انت بتامل فيها انها تطلع لك اللعيبه وتكتشف من خلالها اللعيبه اللي تبقى موجوده مع المنتخب، لان منتخب قوام المنتخب بتاعنا تحت 23 سنه كله من الدوري المصري. طيب يعني خلينا نروح ونتابع مع حضراتكم التفاصيل الاعلان عن تفاصيل الموسم الجديد، ولكن اسف خليني اسالك سؤال سريعا عن راعي جديد للدوري المصري وتاثيره ايجابيا على الدوري المصري في الموسم اللي جاي يكون شكله عامل ازاي؟ تاثيره مهم جدا، يعني يمكن كنا بنتكلم انه احد اهداف الرابطه اللي حطيتها، انت عارف يعني كانوا حاطين حاجه زي الدوائر الثلاث كده، انه المداخيل، انفصال اتحاد الكوره عن اداره مسابقه الدوري، جايزه ماليه كبيره للبطل، وده كلام على فكره اتقال بالتوازي مع اعلان الراعي الجديد انه هيكون في جايزه ماليه كبيره لبطل الدوري، دي حافز لكل الانديه مش بس الانديه الكبار يا يحيى. الكلام برضو تكمله لكلام دكتور عادل، الصرامه والحسم في مساله التاجيلات، يعني هيتبعت لكل الفرق الجدول من يوم كذا ليوم كذا،
انت عارف كنادي اهلي دلوقتي عندك 71 مباراه الموسم القادم لو دخلنا فيها السوبر ليج ودخلنا فيها كاس العالم للانديه وغيره. الزمالك عنده بطوله عربيه تنتهي نهايه الشهر الحالي تبدا نهايه الشهر الحالي وتنتهي نهايه اغسطس. المنتخب وهكذا والمنتخب كل المحكات او التحديات اللي عندك لما يكون عندك جدول معمول بشكل معروف من البدايه من بدايته لنهايته زي ما كان دكتور عادل بيقول فكره الاستثناء ما فيش استثناء هتبقى عارف مواعيدك وتقدر تقسم الاحمال البدنيه وتقدر تقسم الجدول بتاعك. احنا النهارده الدوري الانجليزي اللي كل الناس بتحبه عارفين اول مباراه ايه، الدوري الايطالي اللي انا ودكتور عادل بنشجعه عارفين ان رابع اسبوع ديربي ميلانو عارفين المباريات رابع اسبوع عرفنا خلاص. فبنتمنى ان ده اللي يحصل ويقر بشكل حاسم جدا. دكتور عادل الجمهور تتمناه شكله عامل ازاي في الموسم الجديد؟ يعني نتمنى ان الجمهور له ما له وعليه ما عليه، بمعنى ان انت لما يتسمح لك ان انت تبقى موجود في المدرجات لازم تكون على قدر الثقه. طيب خلينا نروح للمراسم الاعلان عن الموسم الجديد 2023-2024 بنتمناه موسم قوي ان شاء الله. خلينا نروح لهناك ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. السلام الوطني يقدمه أوركسترا القاهرة الاحتفالي بقيادة المايسترو ناير ناجي وغناء الميتسو سوبرانو المصرية العالمية فرح الدباني. عن الأيام اللي بتكتب التاريخ وعن المكان اللي شاهد على التاريخ وعن الناس اللي بتصنع التاريخ عن النهاردة. السيدات والسادة الحضور الكريم تحياتي للجميع. من حوالي 75 سنة كان عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع أول نسخة من بطولة الدوري المصري. أكتر من 4000 متفرج حضروا المباراة في وقتها، والحقيقة أن ده كان رقم كبير جدا، والحقيقة بيأكد على شيء مهم وبيأكد أن كرة القدم هي اللعبة الأكثر تفضيلا والأكثر إمتاعا لجماهير الشعب المصري. هي الفرحة اللي بتجمعنا دايما على اللعبة الحلوة، هي الأهداف اللي بتلهب الحماس. النهاردة ومن محاسن الصدف بنكون وصلنا لليوبيل الماسي لبطولة الدوري المصري، البطولة الكروية الأقدم في قارة إفريقيا والعالم العربي. وده بيأكد على شيء مهم، بيأكد على امتداد علاقة المصريين بالرياضة، وإن المصريين دايماً ليهم بصمة في كل مكان وفي كل إنجاز. أكبر دليل على ده
المكان والإنجاز اللي احنا متواجدين فيه دلوقتي مع حضراتكم. ساحة الشعب في العاصمة الإدارية الجديدة. اللي بتشهد أول وأكبر وأهم احتفال من نوعه في مصر. المكان اللي هيكون ملاذ للمصريين في كل مكان، واللي هيجمعهم في كل حتة على اختلاف اهتماماتهم. في قلب أهم مدينة وأكبر مشروع قومي في العصر الحديث. دور التاج الجمهورية الجديدة. مدينة عظيمة بتقول للمصريين إن المستقبل أجمل بإذن الله. طول ما في قيادة حكيمة وعزيمة شعب مخلص. النهاردة بنشوف نسخة جديدة كلياً من بطولة الدوري المصري بعد كل هذا التاريخ. نسخة مختلفة كلياً برعاية كيان مصري، كيان مهم، كيان ناجح وعظيم، كيان ليه سمعة عالمية. ومن المفارقة إن الكيان ده أعلن مؤخراً عن نسخة جديدة كلياً للتطوير. كيان ما يعرفش المستحيل، كيان دايماً بيخطط للمستقبل، كيان كل مشاريعه بتلمع وسط السحاب. نايل ديفلوبمنتس، الشركة المصرية المتخصصة في البناءات العظيمة. كيان عنده رصيد كبير جداً من النجاح والتميز. كيان رصيده بيليق بأهمية وعظمة الدور المصري أو الدوري المصري. كيان بيكتب ميلاد مرحلة مهمة في مسيرة الكرة المصرية ومسيرته المهنية. كيان النهاردة بيدخل التاريخ. الحقيقة إن إحنا النهاردة ضيوف العاصمة الإدارية، عاصمة مصر الجديدة. الحلم اللي بقى واقع، أعظم واقع، وأكبر رسالة عن عظمة المصريين اللي بيشتغلوا ليل ونهار عشان يقدموا أهم هدية لمستقبل الأجيال اللي جاية. ومادام بنتكلم عن العاصمة، خلونا نشوف الفيديو ده. هنا أرض خير والخير في أرض الخير يزيد. مهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وللكل بيشهد بدأبه الشديد ودعمه لأي جهود مخلصة بتضيف لهذه المدينة العالمية. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير عليكم جميعا. طبعا سعيد جدا بالحدث ده، وسعيد جدا طبعا لان انا عارف كتير من حضراتكم سمعتوا على العاصمه ولكن ما شرفتوناش. الحمد لله النهارده اعتقد يعني المجهود وتعب كل اللي اشتغلوا في العاصمه الاداريه لمده السنين السابقه بقى واضح النهارده للكل. احنا كشركه عاصمه طبعا كان لازم حدث زي ده يكون موجود عندنا، لان طبعا اولا شركه النيل احد شركائنا في النجاح اللي بيتولوا النهارده الدوري مع الرابطه، وبشكر طبعا الاستاذ احمد دياب رئيس الرابطه الانديه. وخلوني نبتدي بس ايه بالطريقه اللي هي التقليديه، لازم طبعا اقدم خالص الشكر لمعالي الوزير دكتور اشرف صبحي. انا بقول الوزير والصديق، يعني دكتور اشرف من الناس العلاقه الشخصيه ممتده، وزي ما انا بقول حدث مهم جدا بالنسبه لنا الرياضه. حدث النهارده ان احدى شركات تطوير عقاري تبتدي تتوجه في انها ترعى الرياضه المصريه. النهارده شركات التطوير العقاري كلها
وخصوصا شركاتنا في العاصمة إن شاء الله هتشوفوا أحداث من دي كتير. إحنا كشركة عاصمة إن شاء الله هتلاقونا مشاركين في كل أحداث، ده أول حدث أو احتفالية رياضية، لكن إن شاء الله مش دي مش أول حاجة، في حاجات تانية جاية كتير في الطريق. إحنا كشركة عاصمة هنتولاها طبعا بالشراكة مع معالي الوزير، والمكان زي ما حضراتكم شايفين إحنا بقينا النهاردة العاصمة بقت فيها حياة فيها الروح. كان الهدف بتاعنا من الأول إن إحنا بنقول إن إحنا بنقدم جودة حياة للمواطن المصري، والحمد لله حضراتكم شايفين النهاردة مستوى جودة الحياة اللي موجودة النهاردة. الرياضة من أحد المهام الرئيسية لينا في إن إحنا نقدم جودة حياة للمواطن النهاردة، بس مش الأماكن والمناطق المفتوحة والخضرة، لكن حضراتكم هتلاقوا إن إحنا كل الأحداث الرياضية القادمة والاحتفاليات إن شاء الله هنرعاها في العاصمة بالشركاء مع كل الشركات اللي موجودة معنا من المطورين شركائنا في النجاح، لأن ده هو ده هدفنا، أن العاصمة تبقى هي أهم مزار وأهم مكان إن إحنا نقدر نتواجد فيه، يوجد فيه كل الأنشطة سواء الرياضية والثقافية والفنية. يمكن إحنا ابتدينا على مستوى الشركة نرعى كل احتفالات على كل مستويات، ابتدينا بالحاجات الفنية والنهاردة الرياضية وإن شاء الله في ثقافية، وحاطين خطة طموحة الفترة اللي جاية سواء لتسويق العاصمة أو لإن إحنا يبقى كل الأحداث الهامة في مصر موجودة عندنا في العاصمة الإدارية. أنا مش هطول على حضراتكم، بشكر حضراتكم على وجودكم، بشكر معالي الوزير الدكتور أشرف، وبشكر الأستاذ أحمد دياب والأستاذ محمود الطاهر شركة النيل إن هو قبلوا الدعوة بتاعتنا إن إحنا نرعى هذا الحدث وإن يكون موجود عندنا في العاصمة الإدارية عشان نخلي الناس تشوف العاصمة الإدارية. زي ما قلت تاني، في ناس كتيرة بتتكلم على العاصمة ولكنها ما شافتهاش. اللي حضراتكم بتشوفوه دوت ده مجهود سنين ناس كتيرة تعبت فيه الحمد لله عشان نوصل بجودة حياة للمواطن المصري مختلفة تماما، وده هدفنا كشركة. بشكر حضراتكم على الموجود، وبهني شركة النيل، وبهني رابطة الأندية، وإن شاء الله نشوفكم قريبا في أحداث أخرى، وبشكر حضراتكم جزيلا. شكرا. مش هنبالغ أبدا لو قلنا أن بطولة الدوري المصري هي أهم مسابقة لكرة القدم في قارة إفريقيا وعلى مستوى العالم العربي والشرق الأوسط، وده لأن الأندية المصرية هي الأندية الأكثر تتويجاً بالبطولات القارية والإقليمية. الدوري المصري امتلأ بنجوم قدروا يلمسوا السحاب وكانوا جزء مهم جداً من ذاكرة الأمة المصرية، وأسمائهم وأهدافهم محفورة في الوجدان، بل وشكلوا كمان جزء مهم من القوى الناعمة لبلد عظيمة زي بلدنا مصر. خلونا نشوف مع بعض نبذة عن هذا التاريخ. السلام عليكم ورحمة الله، بيسعدني ان التقي بحضراتكم النهاردة من استاد القاهرة الدولي. لقاء اليوم هو لقاء الجهاد في استاد القاهرة، حوالي 25,000 متفرج. حظ طيب للفريقين. بطولة الدوري المصري الممتاز، واحدة من أعرق بطولات كرة القدم في إفريقيا والوطن العربي بل والعالم. المسابقة الأعرق التي انطلقت عام 1948 واستمرت حتى يومنا هذا. صعدت خلالها على منصات التتويج 7 فرق، نالت شرف لقب بطل مصر، وهي الأهلي، الزمالك، الإسماعيلي، المقاولون، الأولمبي، الترسانة، غزل المحلة، وتوج حسن الشاذلي نجم الترسانة الراحل وأسطورة الشواكيش بلقب الهداف التاريخي للدوري المصري برصيد 173 هدف. وعلى مدار سنوات طويلة حاولت الكرة المصرية التطور ومواكبة العالم الحديث، وبناء عليه دشنت رابطة الأندية المصرية المحترفة للمرة الأولى في موسم 2021-2022، كما تولت الرابطة تنظيم مسابقة الدوري في الموسم الحالي وهو الثاني تحت قيادة الرابطة رسمياً.
كما استحدثت الرابطة بطولة جديدة، فظهرت بطولة كأس الرابطة في نسختها الأولى، وهي أول مسابقة مصرية بمقابل مادي. فيوتشر بأول لقب في تاريخه وبأول لقب لكأس الرابطة المصرية. وخلال موسمين قامت رابطة الأندية المحترفة بعدة خطوات خارج الملعب من أجل عودة الجماهير للمدرجات في خطوات تدريجية، حتى بلغت السعة القصوى في مباريات الأهلي بدوري أبطال إفريقيا بصفته ممثلاً للكرة المصرية، ليصل عدد الجماهير إلى 50,000 مشجع في المباراة النهائية أمام الوداد. ومن ضمن أبرز خطوات رابطة الأندية المصرية المحترفة الانضمام رسمياً إلى رابطة الأندية المحترفين عالمياً، وكل هذا عبر مشروع تطوير حقيقي وملموس بخطوات ثابتة للأمام من أجل الكرة المصرية والأندية المصرية ورفع اسم مصر عاليا. واحدة من أهم الإنجازات اللي شافتها الكرة المصرية خلال الفترة اللي فاتت هي تشكيل رابطة الأندية، واللي كان ليها دور كبير للغاية في الارتقاء باللعبة وبالدوري المصري بشكل عام. مش كده وبس، لكنها الحقيقة كمان استحدثت بطولات جديدة كانت سبب في مزيد من الزخم الكروي، وده لأن القائمين عليها عندهم وعي وعندهم إدراك حقيقي بأن كرة القدم هي مش مجرد لعبة، لكنها جزء دائم من حياة المصريين وجزء كبير جدا من فرحتهم. خلونا نرحب بالمهندس أحمد دياب رئيس رابطة الأندية. مساء الخير على حضراتكم، متشرف وفخور جدا بوجودي في وسط حضراتكم هذه النخبة، والشرف كبير أكتر بوجودنا في العاصمة الإدارية الجديدة اللي بتدل على الإنجازات وعلى سرعة البناء اللي في مصر اللي موجودة في الجمهورية الجديدة، واللي بتدعونا جميعا للفخر وبتنقل المسؤولية علينا في أي مهنة إن احنا نقدر نجري ونطور بنفس السرعة اللي ماشي عليها الدولة المصرية بقيادتها تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. فنتمنى إن شاء الله إن احنا كلنا نكون على قدر هذه المسؤولية، وكل منا يجري في مجاله بالشكل اللي يحقق لمصر كل اللي مصر تستحقه بإذن الله. خلينا الأول أتكلم مع حضراتكم هي إيه روابط الأندية في العالم ووظيفتها إيه وبتتعمل ليه. روابط الأندية هي مسؤولة دايما عن تنظيم مسابقاتها، عن تسويق حقوق الرعاية، عن البراندنج، عن الايدنتيتي بتاعت مسابقاتها، فبتكون كل ده من اختصاصاتها. العالم سبقنا شوية في تكوين روابط الأندية، سبقنا بسنين، وصلوا المراحل أكتر، ولكن الحقيقة وهنا قبل ما أتكلم لازم أوجه تحية لكل مجالس إدارات الـ 18 نادي اللي كان عندهم الرغبة في تكوين رابطة الأندية، وتشرفنا أنا وزملائي في مجلس إدارة الرابطة بانتخابهم لينا، لأن دي كانت أول خطوة. عشان نقف هنا النهاردة أكيد ده مش مجهود رابطة الأندية، في شركاء نجاح كتيرة جدا لازم نوجه لهم الشكر، طبعا للدولة المصرية بكل مؤسساتها، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الداخلية، جميع مؤسسات الدولة المصرية اللي دعم الكورة ودعم الأندية بشكل كبير وملحوظ. لازم نوجه الشكر للشركة المتحدة الحقيقة، لأن هي من أول يوم لانتخابنا في الرابطة عملت معنا مجهود كبير جدا، شركة تذكرتي، شركة الأفريقية، كل دول شركاء نجاح لرابطة الأندية. طيب خلينا نتكلم أكتر، هي رابطة الأندية عملت إيه من منذ انتخابها وده الموسم الثاني ليها؟ الحقيقة الحمد لله ان احنا شرفنا بقرار عودة الجمهور الموسم اللي فات بعد غياب اكتر من 12 سنة. الاعداد مش كتير واحنا عارفين كده، ولكن كانت اول خطوة باستراتيجي جديدة لعودة الجمهور، وشفنا مدرجات العالم كله بتبقى فاضية وترجع تاني، ورجعت للفول كاباستي بالتدريج، وده المشروع اللي احنا شغالين عليه.
شفنا البث التلفزيوني لو نفتكر مع بعض الدوري المصري لحد الموسم قبل الماضي كان بيوزع باس دي وعدد كاميرات قليله، من بدايه من الموسم الماضي بقى اتش دي وعدد الكاميرات زاد. استحدثنا بطوله كاس الرابطه، ابتدينا نعمل لوائح خاصه بالرابطه وبطولاتها. ابتدت اللوائح دي عملناها اول موسم، مع انطلاق الموسم الثاني عدلنا عليها واضفنا. هل وصلنا للشكل النهائي؟ لا، ولكن احنا ماشيين بخطوات كل موسم احسن من الموسم اللي قبله الحمد لله. طبعا تم انجاز اعتماد رابطه الانديه من اتحاد الروابط العالمي، وبدعم الحقيقه من وزاره الشباب والرياضه قدمنا طلب لاستضافه اول كونجرس للروابط العالميه في مصر باذن الله هيكون بنهايه السنه القادمه، وده حاجه تكون نقله لينا للكوره، يكون عندنا رابطه الدوري الانجليزي والاسباني والالماني كل دول موجودين، وهيبقى في العاصمه خالد بيه ان شاء الله. فالحقيقه في مجهودات اتعملت على الارض. طيب هل هو ده اللي احنا كلنا منتظرينه من الكره المصريه؟ لا، ولا هو ده نهايه المطاف، بس هي الفرق ان البونة زي ما بنقول بما اننا في العاصمه الاداريه بياخد وقت وبياخد مجهود، فاحنا الحاجه الاساسيه ان احنا نكون عن طريق الصح، واحنا الحمد لله ما دام في مؤشرات ان احنا على الطريق الصح هنستاذنكم بس ناخد الوقت اللي يسمح لينا بنحط تاني المسابقات الدوري المصري والانديه المصريه في المكان الطبيعي اللي تستحقه مصر وتستحقه الكره المصريه. النهارده الحقيقه تكمله لشركاء النجاح بانضمام شريك جديد، وانضمام هذا الشريك بيعمل لنا نقله لمسمى الدوري، وشراكه ان شاء الله نتوسم فيها انها تكون مثمره وفي مصلحه الكره المصريه وكمان في مصلحه الراعي الرئيسي، وهو هياخد مسمى الدوري باذن الله لمده 3 مواسم بدايه من الموسم القادم، ليصبح اسم الدوري هو دوري النيل، فباذن الله بدايه من الموسم القادم هيكون ده المسمى. من ضمن الحاجات او اساسيات الروابط في العالم ان يكون في هويه بصريه للدوري ولمسابقتها، وده الحقيقه اللي احنا بنعلن عنه النهارده بوجود هويه بصريه كامله للدوري المصري هيتم عرضها على حضراتكم، ودي هتبدا ان شاء الله من ماتش القمه الاسبوع اللي جاي، وهتبدا معانا وهتكمل، وهتكون الهويه البصريه دي على شاشات التلفزيون على ارض الملعب في اعلاناتها، وقدامها في هويه مختلفه لبطوله كاس الرابطه، وده اكيد حاجه كمشجعين كوره حتى قبل ما نكون شغالين فيها كنا كلنا بندور عليه. درع الدوري المصري ان شاء الله هيتم الريفيل بتاعه وبرزنتيشن لحضراتكم دلوقتي، وبيتم تصنيعه حاليا في انجلترا في مصنع من اعرق المصانع في العالم، وهيتسلم لبطل الموسم القادم باذن الله الدرع الجديد. كل اللي انا عاوز اقوله ان انا قبل ما انهي كلمتي عاوز اشكر كل الساده اعضاء مجلس اداره الرابطه الحقيقه، لان اي حاجه تمت او بتتم هي بتتم نتيجة ان انا راجل محظوظ بوجودي في وسط هذه الكوكبة. مجلس ادارة محترم، من اول يوم تم انتخابنا كنا شغالين بدون شخصنة للامور، ما قلناش مين بيعمل ايه، لا هي كل ما تحقق او بيتحقق هو باسم مجلس ادارة الرابطة. اللي عاوز حضراتكم تكونوا متأكدين منه، احنا شغالين بشكل مؤسسي، بنعمل سيستم. الحمد لله الرابطة قدرت انها تخلص تعاقدات الاندية مع الشركة الراعية، خلصت جزء كبير في الموسم اللي فات من كل المتأخرات، عندنا مجهود اكبر، ويمكن كان عندنا اجتماع مع الاندية الجماهيرية مع معالي الوزير ورئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة من اسبوعين، وهنادي تاني دكتور اشرف بان احنا لازم يكون التوجه انشاء الشركات الكورة للاندية الجماهيرية ودخول الشركات بمعدلات كبيره عشان نقدر نكمل ونحافظ على الانديه الجماهيريه. وهنا هقول للجمهور، مش معنى ان النادي الجماهيري بيعمل شركه كوره ان احنا بنبيع النادي الجماهيري، لا، احنا ما بنخترعش العجله، كل دوريات العالم خصخصه شركات الكوره، وفي الاخر ده هيصب في مصلحه الجمعيه العموميه لاي نادي، لان مصاريف الكوره هتطلع بره النادي وهنمتع جمهور الكوره. فان شاء الله ومع الوزير وعدنا بان نكون هو ده ان شاء الله الاتجاه مع الساده مجالس الادارات باذن الله. الكره المصريه بحضراتكم
هتكون في المكانه اللي احنا تستحقها بلدنا. مش هطول على حضراتكم، واشوفكم تشوفوا البرزنتيشن والعرض بتاع الهويه والدرع، وبشكر شركه النيل لانضمامها كشريك نجاح جديد، وبشكر العاصمه الاداريه الجديده، وان شاء الله يكون في افتتاح للاستاد وتكون الايفنتات الرياضيه في العاصمه تليق بالانجاز اللي حاصل على الارض. بشكر حضراتكم جدا، شكرا. زي ما قال المهندس احمد، احنا بنكتب صفحه جديده من التطوير والشراكه مع اعرق دوري في المنطقه. كان لازم يصاحب التطوير ده في كل التفاصيل بما فيها افضل تصور للشكل والمضمون، علشان كده كان لازم يكون في هويه جديده للدوري المصري بكل سحره. خلونا نشوف. And now, please welcome with me Mr. Neil McLaurin, director of Thomas Light. Neil McLaurin, رئيس شركة Light. شكراً. Tarek's got this working properly for me. No, Tarek, it doesn't work. There we go. Good evening. مساء الخير السيدات والسادة، الضيوف الكرام. يسعدني أن أكون موجود معكم الليلة لأتحدث معكم عن التصميم والصور الرقمية الخاصة بالدوري المصري. I'm honored to work for Thomas Light. سعيد جدا بأنني أعمل مع شركة Thomas Light، وهي شركة تعمل في المجال مشغولات الذهبية والفضية في لندن. ونحن نعمل مع جميع دوريات العالم أو معظمها، ونقدم هذه الجوائز، وكان هذا بتصديق من الراحلة الملكة إنجلترا إليزابيث الثانية. ونحن تواصل معنا شركة Presentation لكي نتعاون في تصميم الدرع الفضي الذي سترونه بعد قليل. وكما ترون على الشاشة، عملنا وطورنا وصممنا معظم الجوائز الموجودة في العالم بالتعاون مع الفيفا، وصممنا كأس العرب، وأيضا صممنا أيضا كأس إنجلترا، وكما أننا صممنا العديد من الجوائز الأخرى. كل
جوائز الفضية في عالم الكريكت، أيضا في الكأس الاتحاد الإنجليزي هو من تصميمنا. بالنسبة للتصميم الخاص بالجانب المصري، التحدي هو الذي واجهناه هو أننا ننظر إلى تاريخكم العظيم، ووضعنا في حسباننا التصميمات السابقة للدروع السابقة وكيف يمكن أن ننقل ذلك إلى ما هو موجود الآن، وأيضا ننظر إلى المستقبل ونحن موجودون بالفعل في المستقبل بوجودنا بل في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر. كل صناعنا في الشركة استطاعوا استخدام كل الوسائل التكنولوجية باستخدام المسح ثلاثي الأبعاد وأيضا كل الوسائل الرقمية، وأيضا كانت هناك في السابق تستخدم هذه الدروع وتصمم من خلال أدوات بدائية عادية جدا، ولكن نحن الآن في عصر مختلف. هذه هي صورة ثلاثية الأبعاد لدرع الدوري الجديد. الدرع نفسه بعد انتهائه سيكون 12 كيلو جرام وزنه وارتفاعه 84 سنتي، وأتمنى أن يكون واحد من القطع الجميلة التي يمكن تذكرها في جميع أنحاء العالم. إنه يسعدنا جدا أن نتعاون مع Presentation Sports، وأنا بالفعل شعرت بهذا الترحاب الكبير الذي لقيته على مدار الأيام الماضية، ونحن نتمنى لكم كل التوفيق مع هذه الشراكة الجديدة، وأتمنى لكم مساء سعيد وشكرا جزيلا. العلاقة بين الرياضة والهندسة فيها عالم مذهل من التفاصيل المشتركة، ومن الحاجات اللطيفة اللي بتوثق هذا التلاقي الفيديو ده. الكرة طول الوقت بتتطور. عشان نفهم اللعبة بنشوف الخرائط، والخرائط دي لعبتنا. كل فريق بينافس على موقع متميز في الجدول، وادي فرق السرعات، واحنا بنستحوذ على افضل المواقع. على مدار 75 سنة قدر الدوري المصري يوصل بالكرة المصرية للسحاب، وفي سنين قليلة قدرنا نكون أول شركة متخصصة في بناء ناطحات السحاب في مصر. حاجات كتير بتجمعنا بالكرة، ودلوقتي قدرنا في نايل ديفلوبمنتس نحقق هدف جديد. الدوري المصري بقى دوري نايل. الحقيقة أن النجاح المبهر في نايل للتطوير العقاري، هذا الكيان الكبير والعظيم، ما كانش أبداً هيبقى إلا لو وراه عقل كبير وإصرار مقاتل، عاشق الهندسة، صانع النجاحات، رجل بيؤمن أن الأحلام بيصنعها دايماً الشجعان، ربان سفينة النجاح وسط عواصف التحديات، وهب حياته كلها للعمل، ما بيتكلمش إلا بلغة الإنجاز، وما بيطمنش إلا للقمة. المهندس محمد طاهر، رئيس مجلس إدارة مجموعة نايل والأهرام للتطوير العقاري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل لحظة تاريخية ليها أبطالها. احنا بنعتبر ان في خمس أطراف هم أبطال اللحظة التاريخية اللي احنا فيها النهاردة. لازم نبدأ بالشكر الجزيل ليهم.
الطرف الأول قائد ملحمة تحويل رمل الصحراء الأصفر إلى معالم تعشقها العين حوالينا، سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد أعظم قصة نجاح بتعملها مصر منذ أكتوبر 73، أكتر قصة ملهمة حول فيها المصريين التحديات إلى نجاحات، قصة العاصمة الإدارية الجديدة اللي تحولت فيها رمال الصحراء الصفراء إلى معالم تعشاها العين. الطرف الثاني المهندس خالد عباس واللواء أحمد فهمي وكل رجال ورموز العاصمة الإدارية الجديدة. فأعظم أداة للنمو الاقتصادي لأي دولة هي المسؤول الحكومي اللي بيسهل للناس للمواطنين والمستثمرين حياتهم وأعمالهم وبيعمل على إسعادهم وإنجاحهم. المسؤول الحكومي اللي بيتسبب في مضاعفة فرص العمل وبيتسبب في مضاعفة دخل الدولة عن طريق أنه بيسهل للمستثمر اللي بدل ما يعمل مشروع في 4 سنين يعمل مشروعين وثلاثة فيضاعف فرص العمل لبلده ويزيد دخل الدولة من الضرائب ومن الأرباح ويجعل من هذه البيئة جاذبة لكل المستثمرين سواء المحليين أو العالميين. ونشهد أن المهندس خالد عباس واللواء أحمد فهمي هم أفضل نسخة للمسؤول اللي بيعمل على تسهيل وإسعاد وإنجاح كل المتعاملين مع شركة العاصمة الإدارية. الطرف الثالث رابطة الأندية المحترفة اللي منذ توليها مسؤولياتها ولا ينكر أحد التطور الرائع والسريع لتصل الكرة المصرية والرياضة المصرية وتحديداً كرة القدم إلى المكانة التي نستحقها. مفيش تقريباً شهرين أو ثلاثة بيعدوا إلا فعلاً في خطوة كبيرة بتحصل في تطوير كرة القدم المصرية. شكر جزيل للمهندس أحمد دياب ورجاله على التطور الرائع وإن هم جزء مهم جداً من اللحظة التاريخية اللي احنا فيها النهاردة. الطرف الرابع شركة المتحدة وبرزنتيشن. الجنود المجهولين المعلومين. الناس دي عشان الحدث بتاع النهاردة شغالين فيه من رمضان اللي فات معانا. جهود يومية مستمرة شاقة عشان نصل للحظة اللي احنا فيها. شركة المتحدة وبرزنتيشن على رأسهم طبعا مهندس سيف ومهندس محمد يحيى وسيادة الوزير أشرف سلمان. جزيل الشكر ليهم. الطرف الخامس اللي يستحق جدا جزيل الشكر في بداية الكلمة هو أسرتنا. أسرتنا أسرة مجموعة النيل والأهرام العقارية. الشباب المصري الموهوب الرائع اللي بيموت نفسه شغل. الشباب المصري اللي ما صدق يتولد. عشان يستمتع بالحياة. ويستمتع بكل يوم ويتمسك به ويطلع منه أقصى إنجاز ممكن. دول الخمس أطراف هم أبطال اللحظة اللي احنا فيها النهاردة. بصراحة طبعا فريق التسويق عندنا كان طالب ان احنا نتكلم عن مجتمع الرياضة ومساهمة النيل في زيادة جهودها لدعم هذا المجتمع. ودي مجتمع الرياضة ده مجتمع بازخ تجتمع فيه وتختلط الرياضة والسياسة والاقتصاد والإدارة والحس الوطني. ولكن اللحظات المهيبة اللي احنا كلنا عايشينها في هذا المكان يجبرنا على التحدث عنه فقط. تحضرني قصتين هنا. القصة الأولانية في هذا المكان تحديدا في 2018-2019 كان في مصطلح ملهم طلعناه من هذا المكان وهو الشباب المصري اللي ما صدق يتولد. 2018-2019 بحكم شغلنا في القاهرة الجديدة وقربنا الشديد للعاصمة الإدارية كان حصل تأثر كبير عندنا في مطور القاهرة الجديدة في حجم الأعمال بسبب طبعا صعود العاصمة الإدارية واستحواذ على شريحة كبيرة من اللي كانت في القاهرة الجديدة. وده خلانا نيجي نشوف العاصمة الإدارية من 2018 وتحديدا أول ما جينا في 2018 جينا على هذا المربع اللي احنا فيه. كان لسه طبعا تحت الإنشاء ولكن كانت الأعمال هنا بتتم بصورة عملاقة. أما جينا نتابع الناس اللي هنا ما كانش زي أي مشروع قومي. وجدنا شباب مصري
شغال من الصبح نازل على عمله، آلاف من العمال والمهندسين والصناعية والمقاولين بينزلوا العمل صباحا من 6 الصبح ورديتين كنزول الأسود على وليمتها. وطلعنا مصطلح إن دول الشباب المصري اللي ما صدق يتولد، اللي هو نازل هيحقق الإنجاز اللي أنا هحققه، هيحققه في أقل فترة ممكنة. شفنا الجينات والعمل العملاق اللي كنا بنقرأ عنه في الكتب، المصريين اللي جيناتهم جينات العمل العملاق والإنجاز العملاق والإنتاجية العملاقة مش الكلام. في 2018 ما جينا هنا اتفاجئنا بالمستوى الهائل اللي بيحصل، مستوى الإنجاز والعمل العملاق اللي ما اتحصلش في أي مشروع قبل كده. وطلعنا مصطلح دول شباب ما صدق يتولد، وكان ملهم جدا جدا لينا عمل الناس اللي كانت هنا في 2018-2019. وخدنا الصفات دي وبدأنا ندخل الجينات دي عندنا في شركتنا، ودي من أهم أسباب التطور الرائع اللي احنا حصل عندنا، الشباب المصري اللي ما صدق يتولد، اللي هو عارف قيمة الحياة، مستمتع جدا بالحياة، مستمتع جدا بكل يوم، بيتمسك جدا بكل يوم ويطلع منه أقصى إنجاز ممكن. والشباب المصري اللي هو فعلا ويحط حاجة في دماغه، أسرع ناس تتعلم وأكتر ناس تنجز، اللي غيرنا بينجزوا في سنة فهم بينجزوا في 3 شهور. فالمكان اللي احنا شايفينه ده والعظمة اللي طلعت للنور دي كان وراها مدخلات استثنائية ما اعتقدش انها حصلت قبل كده من 73. المعالم اللي احنا شايفينها في كل مكان تعشقها كل عين دي، والمخرجات الغير عادية اكيد كان وراها مدخلات غير عادية من شباب مصري سميناه شباب مصري ما صدق يتولد. القصة الثانية الأخيرة اللي لازم نتكلم عنها طبعا هي قصة العاصمة الإدارية الجديدة. دي أفضل قصة مصر عملتها ونجحت فيها، نجحت إنها تحول أصعب التحديات إلى أكبر النجاحات. قصة العاصمة الإدارية الجديدة في 2014 و2015 كانت مصر عندها تحديات كتيرة جدا صعبة لا تخفى على أحد، منها طبعا ضرورة توفير مشاريع تستوعب ملايين فرص العمل بصورة فورية، ملايين فرص العمل اللي راجع من دول شقيقة عندها مشاكل أو اللي بتدخل سنويا لسوق العمل بحكم الكثافة السكانية. كان عندنا تحدي كبير إن احنا العاصمة القديمة كل الدراسات بتؤكد إن هي هتتحول إلى جراج كبير، فلازم نتحرك بسرعة عشان نعيد ليها شبابها ونشوف حل للكثافة السكانية المتصاعدة الهائلة. كان في تحدي كبير في 2014-2015 والتأخر الإداري اللي كان بيضيع مجانا تلت مواردنا، والتأخر الإداري بسبب البنية التحتية اللي صعب جدا تتحدث وصعب جدا تواكب التقدم والتكنولوجيا اللي موجودين في العالم، وكان لازم يكون في مدن جديدة فيها بنية تحتية متطورة تواكب التكنولوجيا والتطور الهائل في العالم ويتحقق لنا التطور الإداري اللي بنحلم بيه. كان في تحدي أهم في رأيي وهو إعادة ثقافة العمل للمصريين، إعادة ثقافة العمل والكفاح والالتزام للمصريين وإعادتهم إلى طريق الإنجازات العملاقة اللي هي أصلاً في جيناتنا. إحنا أبناء حضارة 7000 سنة، أصحاب إنجازات عظيمة، أصحاب إنجازات يعجز كل شعوب عنها. كنا محتاجين مشروع قومي هائل يعيد لينا ثقافة العمل والالتزام والإنتاج الضخم. وكانت عبقرية الفكرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي فكرة العاصمة الإدارية الجديدة، إن إحنا نعمل مشروع عملاق نعيد فيه ثقتنا في نفسنا ان احنا نقدر ننتج اعمال عملاقة قال عنها الكثير انها مستحيلة. عبقرية الفكرة ان احنا نعمل ده بدون ما نجيب من موارد الدولة اي فلوس، بالعكس ده مورد وارث للجيل الحالي وللاجيال القادمة. شركة العاصمة الادارية الجديدة تقريبا يوميا بتدخل مدخلات للدولة، كل شركة خاصة، كل بيعة بتتم كل يوم بيطلع عليها ضرائب بتدخل خزينة الدولة المصرية. مشروع العاصمة الإدارية بيدخل للدولة موارد مادية يوميا. جت عبقرية الفكرة ان احنا عملنا مشاريع عملاقة، قعدنا ثقة نفسنا ان احنا نقدر عليها وجينات المصريين الحقيقية، حلينا المشكلة الصعبة جدا في توفير ملايين فرص العمل، وقعدنا
التطوير الإداري والبنية التحتية القوية جدا اللي هتمكننا ان احنا نواكب الدول وكل المدن المطورة. قصة العاصمة الإدارية هي احسن قصة حول فيها المصريين التحديات الصعبة في 2014-2015 الى واقع مبهر عظيم ونجاح عظيم كلنا موجودين في النهاردة. العاصمة الإدارية الجديدة تحولت فيها رمال الصحراء الصفراء الى معالم تعشقها العين. شكرا جزيلا لك. على بعد أمتار من هنا هتلاقوا بصمات لمعالم نايل ديفلوبمنتس، معالم عظيمة زي اللي بننبهر بيها دايماً حوالين العالم. نايل قررت إنها تبقى علامة استثنائية في كل تفاصيلها وشاملة بكل مشروعاتها، علشان كده قدرت تحط نفسها في المقدمة وفي أسرع وقت، لأنهم ببساطة خدوا بكل الأسباب من اليوم الأول: إصرار قيادتها، عزيمة فريقها، تفرد مواقع مشروعاتها، وحرصها على تسجيل الأهداف طول الوقت، زي الهدف اللي بتسجله النهاردة في مشوار كبير، مشوار مستمر. تعالوا نشوف جزء من قصة نجاح هذا الكيان العظيم. هنا رست سفننا منذ سنوات في القاهرة الجديدة. كنا نعرف أن هذه البقعة ستكون المدينة المتفردة في مصر. بدأنا طريقاً لا يعرف معنى المستحيل. بنينا بأعلى درجات السرعة والثقة والكفاءة حتى أصبح اسم الأهرام يزين عشرات البناءات البديعة ذات المواقع الفريدة. وفي سنوات قليلة كانت قد وصلت الأهرام إلى المركز الأول. ثم جاءت العاصمة الإدارية الجديدة لتفتح شهيتنا على تحديات أخرى نحو بناء خالد. فنحن عشاق التعمير وعشاق التحدي، وقررنا أن تستمر الريادة عبر اسم جديد يشق طريقه في الصحراء ليكتب تاريخاً متفرداً في المعمار المصري عبر ناطحات سحاب مصرية بمعايير عالمية. فكانت النيل التي بدأت هي الأخرى بأحلام كبيرة وعزيمة لا تلين، وبتوفيق من الله حصلنا على أهم المواقع وأفضل الفرص لتناسب حجم أحلامنا. اخترنا موقعاً استثنائياً نبني عليه نورث 31 لتكون أول ناطحة سحاب فريدة من نوعها على النهر الأخضر وسط أهم معالم العاصمة. 31 طابقاً فوق الأرض بأحدث تقنيات الهندسة والإنشاءات في المباني الشاهقة، وبدأنا فيه ماراثوناً من أعمال الحفر والبناء الهائل حتى وصلنا للأدوار المكررة نحو السحاب، واستطعنا أن نصل بزمن التنفيذ إلى تسليم طابق كل 18 يوماً. سباق لا يتوقف مع الزمن يقوده جيش من المهندسين والاستشاريين والعاملين ذوي الكفاءة. وعلى بعد خطوات منه كنا على موعد مع إنجاز آخر يشق طريقه نحو السحاب في نقطة المنتصف في العاصمة الإدارية وعلى قمة هرم شريط الأبراج السياحية. هناك حيث تحجز نايل بيزنس سيتي موقعها من التاريخ والمستقبل كأكبر مدينة رأسية في إفريقيا باشتراطات بنائية متفردة وتصميم أيقوني. ففيها يوجد أعلى مبنى إداري في إفريقيا يضم إمكانيات هي الأولى من نوعها في المنطقة. وفيها أيضاً المشروع الاستثنائي تايكون تاور، أعلى فندق في إفريقيا. ولا زلنا نفكر ونخطط ونعمل. طموحاتنا لم تتوقف، لا نستسلم للتحديات، ونؤمن أن المستقبل لا ينتظر، والتاريخ لا يعترف إلا بالذين يغيرون الواقع ويصنعون الإنجاز. نايل، أول شركة مصرية متخصصة في ناطحات السحاب.
في مقولة بتقول إذا كنت تريد أن تكون ناجحاً فابحث عن نموذج، ولكن إذا كنت تريد أن تكون مميزاً فابحث عن شيء مختلف. وده كان دايماً هو الهدف الأهم والهدف الأسمى نتيجة للخبرات والدراسة الدائمة في أن تصبح الشركة هي رمز للتميز ورمز حقيقي للاختلاف، وأن يكون النجاح مش هو نهاية الطريق، بل بالعكس يكون هو نقطة الانطلاق، نقطة انطلاق لتحديات وإنجازات جديدة. عشان كده وبكل فخر يسعدني أن أقدم لكم شخصية بارزة ومثال ملهم في التميز لمعظم الشباب، رمز للتفكير الإبداعي على جانب والذكاء العملي على جانب آخر، رجل بيفهم لغة الإدارة وصاحب التفكير المختلف. رحبوا معايا بالمهندس محمود طاهر، الرئيس التنفيذي لمجموعة نايل والأهرام للتطوير العقاري. مساء الخير عليكم جميعا. في البداية برحب بكم في العاصمة الإدارية الجديدة، وبنشكركم النهاردة الحضور الجميل. من الحلم إلى الواقع، من الرمل إلى الذهب، من الصحراء إلى مدينة ذكية، مدينة عالمية نفتخر بها كل المصريين، العاصمة الإدارية الجديدة. كل ده ما كانش بالصدفة، كل ده كان بالتخطيط والعزيمة والإصرار والتحدي وصاحب القرار اللي خد القرار، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. فكل الشكر والتقدير للرئيس اللي خد الخطوة يبني لنا مدينة ذكية، مدينة عالمية على أرض مصرية. كلنا كنا بنسافر برا مصر وكنا بنشوف الدول بره شكلها عامل ازاي، من تطوير، من تطوير في ناطحات السحاب، تطوير في الطرق. كنا نفسنا بنبقى نشوف ايه التطوير الجميل اللي بره ده. هي ليه بلدنا مش نفس البلاد اللي بره اللي احنا فيها؟ وفعلا كان الواحد بيغير جدا لما بيشوف دول بره. النهارده واحنا جايين وكل الساده الضيوف وهم جايين اكيد شافوا منظر العاصمه الاداريه الجديده والفخر اللي مصر كلنا هنفتخر بيه قدام العالم. وكل ده ما كانش طبعا بالصدفة، كل ده كان ليه تخطيط. احنا في الموقع اللي احنا فيه حاليا هو ساحة الشعب اللي هتكون لكل الشعب. الموقع اللي احنا فيه ده بس جزء من العاصمة الإدارية الجديدة. لو بصينا بس ورانا هنلاقي مركز مصر الإسلامي اللي هيكون أكبر مركز إسلامي في الشرق الأوسط وفي أفريقيا. وده يدعو للفخر، والمصريين لازم يفتخروا ان دي حاجه موجوده عندنا في مصر. مش بس كده، كمان حي الوزارات اللي على يميننا ده مش موجود ولا في اي مكان في العالم غير في مصر. لما نبص عليه حاجه تدعو للفخر. طبعا لو قعدنا نقول حاجات كتير، معالم كتير موجوده في العاصمه تقريبا هنقعد نقولها في نص ساعه. فعلا اللي عايز ياخد طاقه ايجابيه في مصر لازم يزور العاصمه الاداريه الجديده. العاصمة الإدارية الجديدة فخر لكل مصري. كنا بنسافر زمان كنا بنشوف بره ناطحات السحاب، وكان دايما بيبقى عندنا حب وشغف ان احنا نعمل فعلا نبني ناطحات سحاب عندنا في مصر. والحمد لله لما اتاحت الفرصة لينا في شركة النيل قدرنا الحمد لله ناخد في أميز موقع في العاصمة الإدارية الجديدة وفي قلب الداون تاون، قدرنا ناخد كشركة النيل مشروعين هم الأكبر في منطقة الداون تاون، بل في أفريقيا هم مشروعين 31 نورث، أول فيستيفال تاور موجود في العاصمة الإدارية الجديدة، ونايل بيزنس سيتي أول مدينة رأسية موجودة في أفريقيا، على بعد طبعا خطوات من هنا. وطالما ذكرنا العاصمة الإدارية الجديدة كان لازم نشكر الإدارة، إدارة العاصمة الإدارية الجديدة. الإدارة فعلا
اللي الواحد بيبقى فخور وهو شايفها فعلا إدارة العاصمة الإدارية الجديدة بتشتغل بحب ومش عشان الكرسي. الناس دي بتشتغل فعلا عشان بتحب مصر، بتحب العمل، بتحب الإنجاز، وفعلا إيدهم وبابهم مفتوحين للجميع. فتحية شكر وتقدير للمهندس خالد عباس واللواء أحمد فهمي. وطبيعي جدا اننا في ناير رسالتنا مش تتوقف عند البناء والتعمير، فقررنا نكون جزء من الرياضه الاكثر شعبيه اللي بتجمع كل اهتمامات المصريين وهي كره القدم. قدرنا نشارك في دعم وتطوير كره القدم، وده واجب وطني ومجتمعي. اللحظه دي لحظه مهمه جدا، هي لحظه تدشين درع للدوري في أهم منطقة في العاصمة الإدارية الجديدة وهي ساحة الشعب. اللحظة دي في المدينة اللي هتكون من أكبر مدن من المدينة، العاصمة الإدارية هتكون مدينة فعلا عالمية نفتخر بيها. وطبعا احنا ما لقيناش أحسن من الموقع اللي احنا فيه هو العاصمة الإدارية الجديدة. النهاردة هنشوف تدشين درع الدوري المصري، دوري ناير. شكرا لحضراتكم جميعا. مفيش حد ابدا يقدر ينكر الطفره الكبيره اللي حصلت في منظومه الرياضه في مصر، واللي كان وراها جهد مخلص وعزيمه ابطال بيشتغلوا في صمت. خلونا نرحب بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللي بيشرفنا في هذا الحدث التاريخي، والحريص دايما على المشاركة في أي لحظة مهمة في تاريخ الرياضة المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة النهاردة يوم جميل سعيد، اختتم يوم عمل وإحنا هنا على بعد خطوات وبنبص لساحة مصر. كل يوم في الحقيقة في واحد من أعظم المشروعات الكبيرة جدا في مشروع مصر، مصر الجديدة، الجمهورية الجديدة، العاصمة الجديدة. يعني هي ما عرف بالاسم العاصمة الإدارية الجديدة، لكن هي في الحقيقة نيو كابيتال، العاصمة الجديدة بكل مقومات ومشتملات العاصمة الجديدة، عاصمة مصر. الحقيقه طرح وفكر بدا، وكمواطن مصري وكمواطنين كل الشكر والتقدير للقياده السياسيه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. شكر كبير الحقيقه لبناء هذه الدوله بمقاومتها الجمهوريه الجديده في كل القطاعات. انا النهارده يعني الحقيقه في التواجد الكبير اللي موجود، طبعا كل شكر والتقدير معالي الوزير سيد أشرف سلمان رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة، وكل رجال هذه الشركة الحياة الوطنية اللي مساندة وتعمل بجد جنبا إلى جانب مع الوزارة في كل قطاعات الرياضة للتطوير غير التقليدي. يعني أنا بعتز بيه جدا، أخي وصديقي الدكتور خالد عباس، كل شكر والتقدير لحضرتك وهذا التفاهم الكبير الحقيقة في الأعمال والتواجد المستمر. نائب وزير الإسكان السابق طبعا، زميل الدراسة في كندا مع فرق التخصص اللي هو الدكتور أحمد فهمي، العاصمة الإدارية طبعا احنا يعني ياما جولات قديمة، يعني أكيد يعني الحقيقة الشركة النهاردة أنا بشكركم جدا ل رعايتكم وتواجدكم، واحنا فعلا محتاجين دايما القطاع الخاص يكون موجود، وده تأتى من خلال عمل المتحدة، لكن المهم وجودكم بشكل كبير جدا، لان من هنا بتبدأ قصة التطوير والحاجات العظيمة اللي احنا شفناها، وان شاء الله ده هيؤدي الى حاجات مستقبلية كتيرة. رابطة المحترفين واتحاد الكورة، انا يعني الرابطة الحقيقة كل الشكر والتقدير، وده مش ثناء ده أو تقدير لكن دي حقيقة،
على المحاولة الدائمة للتطوير. يمكن لما دايما بطلع اتكلم بقول طبعا رابطة بمجلس ادارتها برئاسة السيد احمد دياب المهندس احمد دياب، لما بطلع بتكلم بقول في رؤية وتفكير وما نستعجلش. رؤية وتفكير ان دايما الكورة عشان نطورها مش في يوم وليلة، احنا بنطور الرياضة المصرية وفاهمين بنطورها ازاي وعارفين بنطورها ازاي ورايحين فين، لكن في خطوات ومش هنقدر نختصر سنين طويلة بشكل يعني إلا خطوات، لكن خطوات محسومة ومحسوبة. يمكن من يومين تقريبا بعت رسائل للأستاذ أحمد دياب وقلت له يعني كان في نقد على الدوري المصري وشكله من أحد الدوريات، يعني ممكن يبقى كلمة إعلامية هنا كلمة إعلامية هنا، بس قلت له بص يعني الرد مش بالتراشق اللفظي أو الكلمات، الرد لازم يكون عملي. وفعلا إحنا عندنا مشكلة وموضوع، لأن التطوير لازم يكون تطوير في منظومة في شكل في مضمون، تطوير في شكل النقل التلفزيوني، إحنا بنطور في المنشآت، تطوير كمان في الكالتشرز والثقافة، لكن هي هتيجي مع الخطوات المفروض تكون موجودة. حتى لو الموضوع هو ماني توكينج، إحنا بنتكلم على لغة احتراف، فلازم يعني ناخد خطوات، لكن مصر لما تاخد الخطوة ما بترجعش فيها، وما بتبنيش عمل من فراغ، مش بومينج مبني على بالونز او حاجه. فبالتالي يعني النهارده لما قابلته قلت له هو النهارده بدايه الرد، النهارده بدايه الشكل. انا خطوه مكتبنا هنا في العاصمه الاداريه، الباشمهندس قال العاصمه الاداريه فيها الحي الحكومي، فعلا ما فيش في العالم ولفينا العالم مكان زي اللي احنا فيه، ما فيش في العالم حي حكومي بيزورنا اجانب كتير جدا وبيجي وجنسيات مختلفه، عينيهم بتبرق وبسمع المصطلح ده كتير على المكان اللي احنا فيه. وده بينطبق على ثقافة جديدة. الدوري المصري صح محتاجين ان احنا نطور فيه، ولما بننقد بننقد نفسنا، ننقد نفسنا. ايه المشكلة؟ بنعترف بالبوزيشننج اللي احنا فيه. محتاجين مش محتاجين او بنتكلم على جزء فني، احنا بنتكلم على مضمون تطويري شامل. الدوري بتاعنا محلي اكبر الدوريات في افريقيا. وانا يعني بتكلم واي نو هاو تو مانج الجزء ده مش كوزير، بتكلم تكنيكال اسبيكتس يعني جزء فني. ودوري بيخرج منه على المستوى المحلي لاعبين وهو اجريسيف قوي بانديه دخلت وقطاعات اقتصاديه، وتحيه طبعا للانديه الشعبيه اللي موجوده يعني بصيتها ليها دلوقتي. دوري قوي بالناس اللي فيه طبعا تحيه ونسقف لهم ونحييهم ان شاء الله معاهم يعني. لكن احنا في وقت تقدم، الفيديو ذكر تاريخ زي ما حصل لرؤية سيادة الرئيس بيبني على تاريخ مصر العظيم، لكن ما بيقولش احنا كنا، احنا بنتكلم على تاريخ مستقبلي. حتى في الاستراتيجي ولما بنحط كده استراتيجي ونخطط بنقول يعني create the future manage the present، بنخطط من هناك من بعيد. وده الثينكينج ديزاين اللي بتكلم فيه كتير، اللي هي طريقه التفكير، طريقه التفكير اللي احنا فيها النهارده. انا باكد على اليوم النهارده اللي انا على المستوى الشخصي سعيد بيه جدا، وفصلنا اتحاد الكوره، والحقيقه كل الشكر والتقدير، بياخدوا نقد كتير لكن هيجيبوا منين؟ فكل الشكر والتقدير اتحاد الكوره ومثلهم النهارده الاستاذ خالد درندلي، كل التحيه والتقدير. واتفقنا قعدت قليل مش كتير مع رابطه المحترفين، رابطه المحترفين جمعيه عموميه 18 نادي. الجماعة العمومية قليلة تقدر تقعد وتاخد قراراتها مع الرابطة بشكل سريع بشكل محترف، وشرفت بالاجتماع السابق ان احنا نتكلم من القلب شوية. لكن الجمعية العمومية لاتحاد الكورة كبيرة وكتيرة. طب اتحاد الكورة طلعنا من مفهوم طريقة التفكير ان احنا بنقول اتحاد الكورة عندك بس المنتخبات، عايزين منك تطوير المنتخبات، لان ما ينفعش ان احنا نكون واقفين تاني ولازم نجري. علشان كده لو سمحتوا ومن القلب تحيوا اداء المنتخب الاولمبي حتى الامس بهذا الاداء الرائع الرجولي اللي الظروف خلته، يعني مش عايز اتكلم كتير في النقطه دي، لكن ما حسيناش ان هو 10، ما كانش بيلاعب بس فريق واحد، ظروف كتيره جدا، لكن هي بدايه لمنتخب لتخطيط من الاسفل في الاعمار السنيه للاعلى. حتى المنتخب الكبير بقى شكله مختلف، اتليست عندنا روح احساس بعلم وتيشيرت، وعندنا منتخب كبير فيه عدد كبير
من المحترفين في الخارج، وعندنا يعني مصر لن تنضب في ولادنا وولادها. دايما بنقول الفكر بيعمل منتج ويعمل فلوس، والفلوس بتشتري فكر، واحنا في مصر فكر بيعمل المنتج والفلوس، مش الفلوس اللي هتعمل فكر. علشان كده مش هنقف، وبقعد مع المتحدة كتير جدا وبتكلم وبنروح ليه؟ لان عندنا موضوع، عندنا موضوع. احنا وزارة الشباب والرياضة وزارة كبيرة، قطاع شباب كبير، وبنشتغل في كل يعني الاعمال، والكورة والتطوير والرياضة والتنمية والصحة وتطوير لغاية 2028، عارفين رايحين فين كتخصص. لكن الكورة يبقى مزاج عام، وبنفصلها للتطوير، وكلنا لازم نشترك في التطوير مع دوائق اقتصادية. علشان كده مع الوزير أشرف وأنا قاعد جنبه سلمان، قلت له لازم والمتحدة، وأنا بصراحة مزهقهم بس تليفونيا يعني، أستاذ محمد يحيى زهق مني، فلازم الناتشر اوف بيزنس ان انا اعمل رواج للانديه سريع، الرعايه، الدخل اللي موجود، اول باول اخرج للانديه، اهو اخرج للانديه من الدخل، واخرج لاتحاد الكره نسبته، والجزء الخاص بالربط تشتغل شغلها في ال 18 نادي، لان لازم اعمل رواج سريع. انا خلاص بدعم بقدر الامكان صفه خاصه المنتخبات، انا مسؤوليه المنتخبات بشكل قوي وسريع، كل المنتخبات المصريه، والتخطيط طويل المدى والتخطيط لفترة زمنية، واشتغل هنا ايه، ومحدش ابدا قد مصر، ومحدش زي روح قيادة السياسية وزي ما بنشتغل، محدش قد مصر، محدش قدنا، وهنعرف الفكر اللي يعمل كل حاجة. مش بتكلم بطاقة عشوائية او بتكلم وبس، لا، بتكلم وعارف بعمل ايه، او عارفين بنعمل ايه في هذا الجزء على الاقل. وراحين في مشاكل كتيرة، مشاكل سنين هنعملها وهنحلها، وبنسمع كل الاراء. احنا النهاردة قاعدين في مود رياضي، معلش الشركة الراعية واللي موجودين، ده يومنا، يوم رياضة، انتوا اللي جايين علينا، احنا بنتكلم في الرياضة والتطوير الرياضي، فبالتالي واحترامنا لكل المطورين، فبالتالي كلنا لازم نشترك في رضا عام للشعب المصري اللي مهتم. ان هو امبارح كل الناس قاعدة وقلبها وايديها وولادها وفرحانين، انا بكرة هروح اقابل الفريق والمنتخب كفريق منتصر، موافقين ولا مش موافقين، ده احنا نروح ونقابلهم ونشجعهم، ويوميا معاهم على التليفون، وببعت لهم دعم علشان يأدي لغايه الاخر، لان احنا بنبني من فتره، اول ما بدانا وقلنا عندنا في المنتخب واتحاد الكوره، اتحاد الكوره مع احترامي وتقديري جماعه عموميه بتنتخب باقي لغايه 2024 بعد الدوره الاولمبيه، يبقى قدامنا بلان، والبلان دافعنا عنه من اول وجود كيروش للمنتخب الكبير، وماشيين متدرج، وعندنا هدف لاتحاد الكوره 2026 يدخل ويتأهل لكأس العالم وشكل مصر يبقى كويس، و2025 ده المنتخب الكبير يتأهل لكأس الأمم الأفريقية ويوصل للنهائي، و2024 يتأجل من 23 ل 24 يناير يدخل كأس الأمم الأفريقية ويوصل للنهائي، والمنتخب الأولمبي يتأهل من النهائي لكأس أفريقيا لأنه مش في مصر، ويصل للأولمبياد باريس ويكون شكله كويس. ده قلناه من زمان، قلناه من فترة، وتحقق كل وضع، ومشينا ورا مباراة الأهلي علشان نثبت إن لا نضخم عمل الآخرين، إحنا كويسين، وما نتكلمش لا وضاعت وكرة، لا، الأهلي فاز، وفاز بأفريقيا وبشكل جيد جدا، وكنا داعمين لهذا الموضوع، ومنتخب مصر في غينيا فاز، وبعدين أدي المنتخب الأولمبي، فده نطمن بصورة إيجابية، رسالة لكل الناس، رسالة للشعب المصري، رسالة لنفسنا، اقفوا واجمدوا واتكلموا بإيجابية. المكان اللي احنا فيه دلوقتي بالشكل اللي احنا فيه، حضراتكم ما شفتوش، انا وانا نازل قدام التلفزيون شفت المنظر اكتر من اللي احنا قاعدين فيه بكتير، حضراتكم هترجعوا شوفوا المنظر ده شكله ايه في التلفزيون، الاوفر فيو كده، متشكرين للمتحدة والنقل التلفزيوني يعني على اللي احنا فيه دلوقتي. حقيقة المنظر اللي احنا فيه هتشوفوه العالم كله بيشوفه، ساحة مصر اللي احنا فيها دي، ساحة مصر موجودة من أول أكبر مسجد في المنطقة كلها لغاية الساحة الكبيرة وساحة الاحتفالات، حاجة ضخمة جدا، وحاجة كل يوم بتبان. علشان كده حتى وإحنا بنعمل الماركتينج بلان وبنسوق في السبورتس إيفنتس والمانجمنت، التسويق وفي الرياضة هو سيتي ماركتينج. الشركة اللي دخلت النهاردة أنت هتكسب كتير جدا، لأن الاستثمار في الرياضة الأسرع وصولا
بأقل تكلفة. لازم تعرف ده، اسمك هيبقى كبير جدا، اقترانه بالكورة والنيمنج ده احنا بنسميه في الماركتنج نيمنج رايتس. نيمنج رايتس بنحطه براند على شيء رياضي، وبالتالي نيمنج رايتس بعنا اسمك او حطينا اسمك على حدث كبير على شكل كبير، انت كسبان كتير جدا واقل تكلفه من لو عملت دايركت انجكشنز لحاجه عشان تعمل او تؤدي لدعايه ليك. انا بطمنك وبطمن نفسي، وكمان باكد تاني على الرابطه والمتحده، اول باول الدخول لازم تروح للانديه الشعبيه بناء على اجتماعنا، لازم تروح بسرعه للانديه الشعبيه، واكيد طبعا اتحاد الكوره عشان المنتخبات. انا بتكلم على الملأ اهو، لان احنا وي ار سفرنج يعني، والوزير اشرف سلمان بيقول لي احنا عايزين نعمل ريفينز لاتحاد الكوره، لازم بتبدا من هنا، لازم بتبدا من هنا، وده اتفاقي كمان مع اخي وصديقي يعني الدكتور خالد عباس، ان احنا ازاي ان احنا نبقى واقفين، لان الفوتبول بيزنس تاثر الفتره اللي فاتت دي كلها، انديه واتحاد. طب هنعمل ايه؟ ما هو ده هينزل وهينزل المضمون والاداء، ومحدش يقول اصل ده الوزير الوزاره، لا ده احنا اهو يعني الموضوع. طب الشركات اساسا قانون الرياضه الحالي فيه، واللي عايز يعمل ايه يعمل شركه دلوقتي، لكن احنا بنطور، علشان قلنا في الاجتماع ان عايزين اللي بيحجب هذا الموضوع ان مجلس الاداره لما يعمل شركه بلا الحق، وده عوار في قانون الرياضه، بقولها عشان ما حدش يطلع يبالغ من بعدي، عوار في قانون الرياضه اللي احنا بنعدل فيه، اللي دخلناه في مجلس الشيوخ ثم في مجلس النواب مع مجلس الوزراء، وعارفين ليه؟ كراجل متخصص بدرس هذا في الجامعات الخارجيه والداخليه والمجتمعات المجتمع كله، نعرف فين العيب ونعرف ازاي نوصل له ونعرف ازاي نطوره. وده من خطه التطوير. النهارده بنبدا مرحله جديده كنا عايزينها، والرساله اللي بعتها يعني دي ما بيني وما بينه بس ايه بقولها على الملأ اهو، محدش سامع خالص يعني، مع الاستاذ احمد دياب، ان هنرد وهنرد بشكل تطوير الدوري المصري، مش هنبالغ. الاحتراف بدا بقاله كتير، بس ازاي نديره؟ بدا من الرابطه، ومن البدايه من اول اجتماع مع اتحاد الكره والرابطه كنت واضح وانا بحط طريقه العمل، انا الجهه الاداريه اللي بتراقب الاثنين، بتراقب رابطه المحترفين، وده مش تهديد او وعيد، بس بتكلم على احنا فين، كل واحد يعرف خطواته فين، وبنراقب كمان اتحاد الكره، لكن بنراقب للتطوير، بنراقب للتطوير، وبنقول ان احنا المنظومه محتاجه، محتاجه عشان اتكلم ده الدوري المصري دوري مصدر للاعبين، اللاعب المحلي بيخرج من دوري، ومحدش يقول لي اصل والدوري والمحترفين، ما هو الدوريات اللي انتوا بتقولوا عليها ما بتخرجش لاعب زي اللاعب المحلي، واللاعب المحلي محتاجين ان هو يبقى عندنا محترفين، مش واقفين على هنا، فالمنظومه وعاملين مشروعات قوميه مع المتحده، مع المتحده، ما احنا عندنا مشروع كابيتانو، عارفينه ولا مش عارفينه؟ وعندنا مشروع تاني اسمه ستار اوف ايجيبت، كحكومه داخلين في التطوير وعاملين من القاعده الطويله العريضه في 11 نشاط فردي، وعارفين ان احنا هناخد كام ميداليه 2028، وبنخطط لباريس ازاي، وطلعنا وضعفنا من ريو دي جانيرو 3 الى 3 ميداليات الى 6 ميداليات في طوكيو، وبالتالي في دايت بلان شغالين عليها، بتكلم بلغه المتخصص الفاهم مش ببالغ، بتكلم على عمل وعارفين رايح فين، لكن المنظومه ككل، المنظومه ككل لازم نتعاون، لازم نتعاون ونقف ونساعد الانديه الشعبيه بتاعتنا، ونخلي كمان القطاع الاقتصادي يدخل ويساعد معانا في دوري محلي قوي ونقويه تاني. احنا قعدنا مع فرصه في يوم رياضه ونشرح. قعدنا مع فيتوريا وقعدنا مع ميكالي ومن اعظم المدربين، وقبلهم كيروش كمان. الحقيقه وكنا قاعدين بنثني على هذا الموضوع، مدربين لهم ثقل، اخترنا ان نختار مره واحده افضل ناس ونخطط بيهم للفترات اللي قلنا، اللي ما جبناش انصاف حلول. وفي نقد ازاي وتدفعوا؟ ندفع. ما هو يا عايزين احتراف يا نقعد مكاننا. وبالتالي اخترنا الناس اللي تمشي معانا الخطوات الجايه ونصبر عليها. وكنت بسمع للتعليق بالامس على مين هو المدرب والسي في بتاعه، لكن لازم ناخد ارائهم كخبراء. قعدنا وعملنا مؤتمر صغير وقالوا مفيش دوله متقدمه بيكون عندها منتخبين بس او ثلاثه، لازم يكون مينيمم 9 منتخبات، وعملنا مشروع مع اتحاد الكوره للمنتخبات، وبالتالي كمان معانا المتحده شريك استراتيجي علشان نطور ده مع السوق. ولما عملنا ده علشان نعمل منتخبات، ناس قالت ايه ده وازاي وازاي وبتاخد فلوس، ما اللي عايز يجي يدفع فلوس يشارك ويشارك معانا في الاداره، تعالى ما تنقدش وخلاص، تعالى ادفع وشارك،
في الإدارة، والموضوع ده مفتوح لمجلس أمنا اللي يدفع 15% من 250 مليون على مدار عدد السنوات عشان نعمل مينيمم 6 منتخبات أطلع بيها أو نطلع بيها كاستراتيجيك بلان مع الفريق. طب ما هو لو المنتخبات مش جيدة ما بيأثر على الدوري، وبالتالي بيأثر على الراعي، وبالتالي بيأثر على الشركة لأن البراندنج بيقل. فأنا ببني هنا I create ومانج نيو براندنج، وده حاجه مهمه جدا اللي اتعملت النهارده بكوربريت ايدنتيتي، بهويه قويه، هويه جديده لشكل دوري. ده كله كمان دايركت واي على المتحده بشكل قوي، عشان كده لما بتكلم بالتليفون مع الساده الزملاء في شركه المتحده بقول له الحق المنتخب، لان البراندنج لو نزل هياثر عليك انت، لو الانديه الشعبيه طلعت وبتشتكي هتاثر عليك انت. فانت البيزنس كله لازم ابقى شايفه كويس، ما حدش لوحده هيكسب، وين وين سيتويشنز، لان احنا عايزين نقوي مفهوم وبداناه. دكتور احمد قاعد مع المنتخب الاولمبي اللي فاز في 2019 وكنا بنروح نقعد وبنقول لهم يعني خدناها كده ايجابي ناكل معاهم علشان يلعب، ومش عارف الدكتور احمد كان ماسك الفريق اشراف، والحمد لله المنتخب الاولمبي الحالي يعني كمل بشكل كويس. انا مش بطول، لكن فرصه النهارده واحنا كده في طاقه ايجابيه كبيره في اهم معالم مصر، في حاجة كبيرة جدا وبننقلها. مش بطول في كلامي، وكلامي مش ممل على فكرة، ولا ممل؟ لا أنا عايز أسمع. لا إحنا في أحسن حالة ينفع نتكلم فيها دلوقتي، وفي أفضل وقت نرد. دي مصر، ولما بنعمل بفكر، وهيستمر بمانجمنت سستينابيليتي، في استدامة، والنهاردة بداية الاستدامة. ونصبر على منتخبات بتتطور، ونصبر على دوري هيتطور، ونصبر على تطوير. ننقد، وأرجو اللي ينقد بحل، ما ينقدش ويرمي ويجري، يقول السلبي كذا وياريت الإيجابي كذا، وناخد ده كلنا ونشترك. الموضوع مش بتاع واحد، مش بتاع حد، بلد بنتحرك بيها بشكل كامل، وكل اللي قاعدين فكر بيعمل منتج، فكر بيعمل فلوس، مش فلوس بتشترينا بفكر. شكرا والسلام عليكم. وصلنا دلوقتي للحظة الحاسمة، اللحظة اللي معاها هيتكتب تاريخ جديد، يوم الأحد 9 يوليو 2023، اللحظة اللي مستنيها كل عشاق الرياضة في مصر وكل المغرمين بالكورة، لحظة الإعلان، إعلان رعاية نايل ديفلوبمنتس للدوري المصري العام، دوري نايل في صورته الجديدة كلياً. دلوقتي أتشرف بالدعوة للمنصة للتوقيع كل من الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية، المهندس محمد طاهر رئيس مجلس إدارة مجموعة نايل والأهرام للتطوير العقاري، المهندس محمود طاهر الرئيس التنفيذي لمجموعة نايل والأهرام للتطوير العقاري، وأيضا ينضم إلينا الآن على المنصة الوزير أشرف سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المهندس سيف الوزير رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة، الأستاذ محمد يحيى لطفي رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للرياضة، والمهندس أحمد زياب رئيس رابطة الأندية المصرية للمحترفين. إحنا النيل، إحنا طايلين السحاب، إحنا رافعين راسنا فوق مش بنعرف مستحيل. ابن النيل أجدادنا علموه يبتكر يبقى له ذوق، بصمته ملهاش مثيل. إحنا النيل، إحنا طايلين السحاب، إحنا رافعين راسنا فوق مش بنعرف مستحيل. ابن النيل أجدادنا علموه يبتكر يبقى له ذوق، بصمته ملهاش مثيل.
احنا بنينا علينا ومفيش حاجة صعبة علينا، شايلين حمل على كتفنا ومفيش حاجة توقفنا، هنشرف اسم بلادنا بتعبنا بكل ما فينا. احنا في قلوبنا الحماس، في التحدي احنا الاساس، وفي طريقنا مكملين بالاصرار والعزيمه، بقينا غير احنا سابقين ناس كتير، والنجاح للمخلصين. ليل ونهار احنا في قلوبنا الحماس، في التحدي احنا الاساس، وفي طريقنا مكملين بالاصرار والعزيمه، بقينا غير احنا سابقين ناس كتير، والنجاح للمخلصين. أول شركة مصرية متخصصة في ناطحات السحاب. احنا النيل، احنا طايلين السحاب، احنا رافعين راسنا فوق مش بنعرف مستحيل. ابن النيل أجدادنا علموه يبتكر يبقاله ذوق، بصمته ملهاش مثيل. احنا النيل، احنا طايلين السحاب، احنا رافعين راسنا فوق مش بنعرف مستحيل. ابن النيل أجدادنا علموه يبتكر يبقاله ذوق، بصمته ملهاش مثيل. احنا بنينا علينا ومفيش حاجة صعبة علينا، شايلين حمل على كتفنا ومفيش حاجة توقفنا، هنشرف اسم بلادنا بتعبنا بكل ما فينا. احنا في قلوبنا الحماس، في التحدي احنا الاساس، وفي طريقنا مكملين بالاصرار والعزيمه، بقينا غير احنا سابقين ناس كتير، والنجاح للمخلصين. ليل ونهار احنا في قلوبنا الحماس، في التحدي احنا الاساس، وفي طريقنا مكملين بالاصرار والعزيمه، بقينا غير احنا سابقين ناس كتير، والنجاح للمخلصين. شركة مصرية متخصصة في ناطحات السحاب. احنا النيل، احنا طايلين السحاب، احنا رافعين راسنا فوق مش بنعرف مستحيل. ابن النيل أجدادنا علموه يبتكر يبقاله ذوق، بصمته ملهاش مثيل. احنا النيل، احنا طايلين السحاب، احنا رافعين راسنا فوق
استمتعنا بكلمات السادة الحضور، ولا زالت الفقرات تتوالى. بعد قليل إن شاء الله هيكون الفقرة الغنائية، هيكون في عرض إن شاء الله ممتع وشيق، أكيد هنتابعه مع حضراتكم. والحين اللحظة دي نكمل حديثنا مع زميل عزيز والناقد الرياضي والمحلل الرياضي زميل عزيز عمر عبد الله. عمر، مستمتعين بكل حاجة، الأجواء وكل الأمور اللي سمعناها، بس هبدأ معاك من أول يعني كلمة كانت هي طبعا من السيد نائب أحمد دياب رئيس الرابطة، كلامه اللي خلانا عندنا تشوق إن احنا نشوف الدوري في نسخته الجديدة بإذن الله. بالتاكيد المهندس احمد دياب النائب احمد دياب اتكلم وقال ان احنا في نظره للمستقبل، اتكلم قال ان في خطوات اتخذت، والخطوات دي زي ما احنا كنا بنقول قبل بدايه الحفل والبروتوكول يا غانم، ان الخطوات دي تراكميه، في اعلان عن هويه بصريه جديده للدوري المصري في الموسم المقبل، نتمنى ان شاء الله باذن الله ان هي تنال اعجاب المشاهدين، لان احنا كمشاهدين قبل ما نبقى شغالين في المجال يا غانم كنا دايما عايزين يبقى عندنا شكل جرافيك معين للدوري، ايدنتيتي للدوري المصري، كنا عايزين يبقى في فرق ما بين بطوله الدوري وبطوله الرابطه، بطوله تبقى تتفرج على الماتش كده تعرف الماتش ده في انهي بطوله من السكور بورد واسامي الفرقتين، ده يبقى موجود في الموسم الجديد، ويمكن كمان بدايه من مباراه القمه الاهلي والزمالك الخميس المقبل ان شاء الله. برضو الحديث عن شكل جديد اكثر حداثه واكثر عصريه لدرع الدوري المصري ان شاء الله هيتسلمه بطل الموسم المقبل مش بطل الموسم الحالي، كلها خطوات. هو الجمله اللي استوقفتني وكنا اتكلمنا عليها، لان هو ده الكونسبت العام، ده 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 العنوان العريض يا غانم، ان الخطوات دي تراكميه، اللي بيحصل السنه دي هنضيف عليه على السنه الجايه، هنضيف عليه السنه اللي بعدها زي ما ضفنا على اللي حصل قبل كده عشان نوصل للشكل المثالي اللي احنا عايزينه. لو الفكره ان احنا تبدا من الصفر او تبدا دلوقتي تحسن كل شيء، ده شيء صعب جدا، شيء مش هيحصل في كره القدم. لو قلنا كده هنبقى احنا بنضحك على نفسنا، لان مفيش حاجه بتتغير بين يوم وليله. البطولات الكبيره اللي انت بتشوفها دي بدات على مدار سنين واتطورت على مدار سنين وتم تلافي العيوب بتاعتها على مدار سنين، فبالتالي زي ما انت قلت احنا متشوقين للموسم الجديد ان شاء الله، ولكن كلها بوادر احنا سمعناها وشفناها النهارده وتم الاعلان عنها، ان شاء الله تنبئ بموسم ان شاء الله او تنبئ بموسم جيد ان شاء الله الموسم اللي جاي. نتمنى باذن الله ان ده ينعكس على المستوى الفني لفرق الدوري الموسم الجاي ان شاء الله، ونشوف دوري فعلا يليق بالمشاهد والمشجع المصري وكرة القدم المصريه. لكن قبل ما نسمع كلماتهم انا وانت كنا عاملين نتوقع التكاتف الموجود، وانا بركز على الكلمه دي اكتر من مره. النهارده لما نلاقي التكاتف كمان جاي من وزاره الشباب والرياضه، وسمعنا الحماس اللي موجود عند سياده الوزير، وحتى فكره ان هو من بكره يستقبل المنتخب الاولمبي رغم حصوله على المركز الثاني، الامور كلها ماشيه بطريقه ايجابيه يعني. ولازم الساده المشاهدين كمان يحسوا، لان احنا قلب الحدث وفعلا الكل حابب المصلحه العامه، وبقول المصلحه العامه يعني تحط بقى تحتها اي شيء ليه علاقه بالرياضه وخصوصا كره القدم كمان. بالتاكيد، لان هو في الاول وفي الاخر هو الهدف الرئيسي من الحدث ده هو تطوير كره القدم المصريه، كره القدم المصريه بالكامل، مش نادي معين ولا فريق معين ولا جزء معين في المنظومه، بالعكس كل منظومة كرة القدم المصرية، كل منظومة الرياضة المصرية، وبالأخص عالم كرة القدم، اللعبة الشعبية الأبرز والأكبر في الرياضة المصرية، هو الهدف زي ما أنت قلت من التكاتف أو كلمة الرابطة نفسها، الترابط ده، إن أنت توصل في الآخر بأقل عدد من الأخطاء، تتلافى السلبيات اللي كانت موجودة، اللي كان المشجع بيتضايق منها واللاعب بيشتكي منها والإدارة بتشاف عليها تحفظ، كل ده بنحاول نتلافاه خلال الفترة اللي جاية، وده مش هيجي بقرارات منفردة. عشان كده سيادة الوزير أشرف صبح لما اتكلم وقال إن الرابطة مهمتها إدارة الأندية ومسابقات الأندية، والناحية التانية اتحاد الكرة مسؤوليته فقط المنتخبات. المهندس أحمد دياب نائب أحمد دياب لما اتكلم وقال إن الفكرة في إنشاء الرابطة نفسها هي أن تدير نفسها بنفسها، أن تدير الأندية نفسها بنفسها، أن تدير مسابقات الأندية، ده نوع من أنواع زي ما بيقولوا كده فصل التخصصات ما بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية لمزيد من الارتقاء بكرة القدم. ده مش أي حاجة غير إن الأندية تتكاتف مع بعض، واتحاد الكرة يشوف شغله ويشوف طريقه اللي احنا كلنا اصلا بنشتغل عشان هو منتخبات مصر، منتخب الوطني ان شاء الله يكون موجود كاس العالم 2026، والمنتخب الاولمبي موجود في اولمبياد 2024، فبالتالي احنا القصه كلها في ان انت ازاي تحط نقاط واضحه، الفرق الانديه كلها تترابط وتتكاتف زي ما انت بتقول، وتشتغل على قلب رجل واحد، لان في النهايه المصلحه العامه هتعوم مع الكل يا غني، مفيش حد هيبقى عنده مصلحه منفردا، هنا احنا بنتكلم في منظومه كره قدم كامله، الشكل البصري مهم، الملاعب مهمه، كل حاجه في منظومه كره القدم مهمه، كل حاجه من اصغر حاجه لاكبر حاجه، كل حاجه مهمه، محدش يستهون بالهويه البصريه، لا اطلاقا. انت بتشوف مثلا بطوله الدوري الانجليزي انت بتعرفها من اللوجو،
بتبص تشوف تشامبيونز ليج من اللوجو، بتعرف الفرق ما بين تشامبيونز ليج واليوروبا ليج من اللوجو، بتعرف دلوقتي بتعرف الفرق ما بين التشامبيونز ليج في الكاف والكونفدريشن كاب من اللوجو من الووتر مارك اللي تحت في الشاشه. فبالتالي احنا بنسعى لده، بتحط شعار جديد لوجو جديد للدوري المصري هيبقى موجود في الهويه البصريه للدوري الموسم الجديد. بالظبط، حتى بالظبط حتى الكره نفسها مختلفه، تحط لوجو جديد وتحط جرافيك جديد وتحط شكل جديد في الاخراج المباريات. نتمنى ان شاء الله ان ده يكون موجود بشكل اكبر باذن الله في على ارض الواقع، وكل ده في الاول وفي الاخر لمصلحه المشاهد والمشجع المصري، لانه في النهايه الكره المصريه بتصب في مصلحه اثنين، المنتخبات الوطنيه ومن ثم المشجع والمشاهد المصري. هاخد بقى اخر كلمه، انت قلت المنتخبات الوطنيه بس احنا قبل الهوا وطبعا كان لضيق الوقت وبدايه الحفل كنت حابب اروح للحته دي، دور الانديه في دعم المنتخبات الوطنيه النهارده مما لا يتعارض كمان مع استكمال المسابقه. وهنا كنت رايح لحته زي مثلا حسام عبد المجيد لاعب اساسي في نادي الزمالك بس عنده ديوتي او واجب وطني، اتفضل. نفس الكلام في بيراميدز عندهم محمود صابر وابراهيم عادل، مرورا بباقي الانديه. زمان كنا بنشوف امور سلبيه، النادي يقول لك لا طب مش هلعب ماتشاتي غير باللعيبه الدوليين، النهارده كل ده بيحصل، فده يبين قد ايه كمان نيه الانديه ان خلاص استكمال المسابقه مصلحه المنتخبات الوطنيه، فكل ده برده ليه صدى بعد كده. 100% 100% ده جزء، ده واحد من اهم اجزاء التكاتف اللي انت بتتكلم فيه. هو الانديه قبل كده كنا بنشوف الانديه بتتكلم فيه لا اجلي، انا عندي ثلاث لعيبه اساسيين موجودين في المنتخب الاولمبي انا مش هقدر العب بيهم، لا بالعكس النهارده بنشوف لعيبه من طلائع الجيش، لعيبه من بيراميدز، لعيبه من امبي، لعيبه من الاهلي، لعيبه من الزمالك، كلهم موجودين مع المنتخب الاولمبي، والدوري شغال بشكل كبير جدا، والدوري شغال والانديه بتلعب والمنتخب بيحقق انجازه وبيتاهل. فبالتالي هنا مفيش تعارض، هنا في تكاتف لكن مفيش تعارض ما بين الاثنين، وده الاهم يا غانم اللي احنا عايزينه، لان في الاول وفي الاخر احنا كعاملين في المجال الرياضي ومشاهدين المشاهدين اللي بيتابعوا كرة القدم والمشجعين هم مش عايزين أي حاجة غير إن كرة القدم توصل، كرة القدم المصرية توصل لأعلى درجة تمتع المشاهد وتفيد كل أعضاء منظومة كرة القدم بشكل احترافي حقيقي له هوية ولو 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 مستقبل ولو استثمار حقيقي. وده اللي احنا بنشوفه، لأن أنا دايما الحاجة اللي أنا عايز أركز عليها إن الخطوات تراكمية، الخطوات انت ممكن تحس انها بطيئه ولكنها خطوات، انت ما كنتش بتاخد الخطوات دي قبل كده، فكون ان الخطوات دي بتحول السلبيات لايجابيات ولو على مدار سنوات قليله، سنه ورا الثانيه هتوصل للشكل اللي كلنا بنحلم بيه. قد يكون غير مرضي للبعض، عايز خطوات اسرع، انا معاك، ولكن في النهايه لا، الخطوات اللي بتتحقق دي لا ينكرها يعني اي منصف، لازم اي شخص منصف يشوف ان في خطوات فعلا بتتاخد من اجل تطوير كره القدم المصريه خلال الفتره المقبله ان شاء الله. في الاخر انت بتيجيش تاخد المنتج النهائي كده، لازم في بروسس، لازم في خطوات، بالظبط في خط انتاج، بالتاكيد. وده اللي نتمنى يعني الساده المشاهدين يعني يكونوا معانا قلبا وقالبا في الكلام ده. اي صناعه في العالم وخصوصا بقى صناعه كره القدم محتاجه ستيبس، يعني خطوات يعني منظومه تمشي عليها، ونكون في البوادر دي اعتقد من الامور الايجابيه اللي موجوده معانا باذن الله. عمر دايما بستمتع معاك، بس حابب اوضح الامور دي لان الواحد النهارده عنده فايبس كلها ايجابيه. جميله طبعا، الاجواء حلوه جدا، الاجواء مشجعه، متحمسين نشوف الموسم الجديد بقى من دلوقتي قبل الموسم ده ما يخلص، بس ان شاء الله باذن الله يكون اللي جاي افضل بكتير لكره القدم المصريه ان شاء الله باذن الله. باذن الله، يعني زي ما حضراتكم استمعتم لازلنا مكملين، واكيد للحديث بقيه باذن الله، يعني بعد قليل ان شاء الله هيكون في الحفل الغنائي، بس دلوقتي هنروح سريعا استكمالا للتغطيه الخاصه رفقه الزميل العزيز يحيى حمزه. يحيى فايتك كتير هنا، بس لك الكلمه الان، تفضل. تاني وشكر موصول اكيد لزميلنا عمر عبد الله، وموسم جديد، تحديات جديده، شغف جديد، والحقيقه الواحد منبهر بالشكل والحاجات اللي احنا سمعناها والحاجات اللي احنا شفناها. خلينا اسال دكتور عادل، يعني دكتور عادل بعد الشكل المبهر للعاصمه الاداريه الجديده مع التفاصيل الخاصه اللي تم الاعلان عنها الموسم الجديد، رايك ايه؟ رايي ان المشهد العام اللي احنا شايفينه قدامنا احيا يبشر بالخير، وان احنا ممكن نكون مقبلين فعلا على موسم يكون من خلاله تطوير الكره المصريه هيكون لصالح جميع الكره المصريه، انديه ومنتخبات، وكمان نبتدي كمان نشتغل على قطاعات الناشئين، لان الموضوع محتاج مننا تضافر للجهود، محتاج مننا ان احنا كل فتره نبتدي نطور، ما نقفش عند حاجه معينه. مساله التطوير ومساله ان انت تعظم من المنتج اللي موجود عندك وتشتغل على المنتج بتاعك بتاع الكره المصريه بشكل جيد، ده مش هيجي الا من خلال عقول تبقى متخصصه تقدر تطور،
الرابطة بدأت فعلا تحط البصمات بتاعتها، فبالتالي المنظر المبهر اللي احنا شفناه النهاردة او المشهد المبهر اللي احنا شفناه يبشر ان شاء الله بالخير، وان شاء الله نستغل الامر ده فيما هو قادم ان احنا نقدر نشوف بطولة نقدر نخلي القيمة التسويقية بتاعتها افضل وافضل فيما هو قادم، عشان يكون ده بينعكس بالايجاب على كل الكرة المصرية. اسر رأيك في المشهد وفي الكلام بداية بكل اللي اتكلم والحماس اللي الدكتور أشرف صبحي بيتكلم بيه والشغف اللي بيتكلم بيه الأستاذ أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، رأيك إيه في الكلام؟ مشهد يليق بمصر يا يحيى، ومشهد يليق ببطولة الدوري المصري، ويليق بتاريخ الكرة المصرية في القارة، ويليق بمنتج زي ما دكتور عادل بيقول منتج الدوري بتاعك. لما كنا بنتكلم على ان الرابطه انجازاتها في السنتين اللي فاتت كنا كمان بنتكلم على الدوائر الثلاثه اللي هي قالت انها تشتغل عليها، فكره تسويق المنتج بتاعي او ترميزه. انت النهارده مش بعيد عن اي تجربه ثانيه سواء في الخليج العربي او في غيره، انت النهارده كمان عايز كمان لما تعمل حاجه تعملها باتقان. الرابطه النهارده انا قاعد انا وانت ودكتور عادل يحيى بنتفرج على تصريحات احمد دياب وعلى دكتور اشرف صبحي وزير الرياضه، احمد دياب بيروح للحاجه اللي طيب بتتعمل فين احسن حته انا هروح، لم يبخل بشيء. هنعمل كمان زي ما عمل كاس الرابطه اتصنع في انجلترا، كمان درع الدوري اتصنع في انجلترا، تصريحاته منذ قليل. فبالتالي مفيش بخل على ان ده في النهايه ده شكلك انت، تقديمه بالشكل المناسب ده اللي بيخلي الدوري يرجع لحته تانية. طبعا مع العناصر اللي قلناها كلها، مع دعم طبعا راعي جديد يدعم الانديه، يبقى في مداخيل جديده، اعتقد ان الرابطه شغاله على الثلاث العناصر اللي قالت احنا جايين عشان نعملها، طبعا مع الالتزام بالجداول زي ما قلنا. لكن احتفال يليق بمصر، يليق بالكره المصريه وتاريخها العريق جدا اللي لابد ان شاء الله انه يرجع، وفي امل كبير انه يرجع من خلال رابطه الانديه الحاليه. طيب هبتدي معاك يا دكتور عادل بتصريحات الاستاذ احمد دياب، وتصريحات الاستاذ احمد دياب هي بتتكلم في جزئيه عجبني جدا، فكره ان احنا عارفين ان احنا متاخرين، اتاخرنا فتره ولكن شغالين دلوقتي وبنحاول نوصل باسرع وقت ممكن. شايف تصريحاته والايجابيه اللي موجوده في كلام الاستاذ احمد دياب ده يكون شيء مبشر جدا للي جاي ان شاء الله للكره المصريه بشكل عام؟ شيء منطقي ان انت النهارده لما تبقى شايف الاخطاء تبتدي تعالجها طبعا وتعترف بالخطا. بدايه طريق النجاح بيجي عن طريق الاعتراف بالخطا، ان انت عارف ان انت اتاخرت كتير. انت اول دوله في افريقيا في الوطن العربي تشارك في الاولمبياد 1920 في بلجيكا، اول دوله عربيه وافريقيه تشارك في كاس العالم 1934 واللعب على ملعب جورجيوس كاريلي في المباراه امام المجر، اول دوله افريقيه تتوج بلقب كاس الامم الافريقيه سنه 57 اللي كانت في السودان. فانت بتتكلم عن امور احنا سابقين فيها بزمن، تكلم من 100 سنه فاتت الكره المصريه بدات مشوارها قبل ما دول يكون عندها مجرد لعب كره القدم في القاره السمراء، ولكن احنا اتاخرنا في حاجات كتير. فكان شيء ايجابي من احمد دياب ان هو بيتكلم عن الكره المصريه وحال الكره المصريه ان هو يعترف ان في خطا طبعا. مجرد ان انت تعترف بالخطا يبقى انت كده بتحط رجلك على اول سلم صح. النجاح من اجل انجاح المنظومه في الفتره القادمه ان شاء الله. اسر دكتور اشرف صبحي يمكن اتكلم على البلان اللي محطوطه وقال في كلامه ان هو مش بيتكلم وخلاص، يعني مش بقوله خلاص، لا في بلان محطوطه للمنتخب الاولمبي لباريس 2024 للمنتخب الاول، لكل حاجه محطوط لها بلان. ده بيقول ان احنا داخلين على النظام اللي احنا كنا دايما بنحلم بيه كجمهور وكمشجع مصري طبعا. والخطوه كلام طبعا حماس بالدكتور اشرف صبحي كلامه، ده بينعكس على شيء انه لما عملت رابطه للانديه انشغلت بقى بانها تروج لك المنتج بتاعك وهو الدوري، وتهتم بكل مشاكل الدوري انها تخليه في مكانه الطبيعي وارثه الكروي زي ما كان دكتور عادل بيتكلم، ويبقى عندك بقى تفكير في المنتخبات. وكنا لسه بنقول ان احنا فخورين بمنتخب الاولمبي لما اخترت صح، ولما اتحاد الكوره انشغل بتطوير اللعبه وانه يدور على مديرين فنيين لمنتخبات مصر المختلفه سواء الاولمبي او طبعا مع ميكالي الناجح جدا وفيتوريا ان شاء الله يكون برضو تجربه ناجحه. فانت لما بتعمل ده، لما فصلت الموضوع وتحققت اخيرا في سبتمبر 2021 تاسيس الرابطه، خليت اتحاد الكره يهتم بالكلام ده، يخلي دكتور اشرف صبحي يتكلم بحماس ان انا لا بقى احنا عارفين نركز مع المنتخبات دلوقتي، وهنخلي المنتخب ان شاء الله يبقى عنده طموحات واعداد جيد ان شاء الله، يبقى في امل مع ميكالي اللي حقق اول ميداليه البرازيل ان يكون في امل ان شاء الله نحقق ميداليه اولمبيه. اتكلم كمان يا دكتور عادل عن فكره الانديه الشعبيه اللي حضرتك كنت بتتكلم فيها، اللي هو طلعوا فلوس الانديه الشعبيه، اعملوا كذا اعملوا كذا اعملوا كذا. احنا بنتكلم على الملأ، مش بنتكلم في اجتماع مغلق، لا احنا بنتكلم قدام الناس كلها. ما هو شوف بقى انت في المواضيع اللي زي ديت ان تاتي متاخرا خير من ان لا تاتي ابدا. انت هنا بتلمس وتر حساس جدا في الكره المصريه، وتر كلنا ارتبطنا بحب الكوره من صغرنا بسبب الانديه الشعبيه طبعا. لما كنا بنقعد نتفرج على المنصوره وجمهوريه شبين والبلديه اللي لسه صاعد حديثا وغزل المحله والاسماعيلي والمصري، مش عايز انسى، لان والسويس واسامي كتيره جدا جدا من الانديه الشعبيه.
أسرة الكرة المصرية. يعني أنا مثلا من محافظة الغربية، في وقت من الأوقات كنت وأنا صغير لما بدأت أعرف عن تاريخ الكرة انبسطت جدا لما عرفت أن في كأس الأمم الأفريقية 57 كان نجم من نجوم نادي طنطا إبراهيم توفيق، كابتن إبراهيم توفيق كان موجود مع المنتخب المصري. إذا أنت النهاردة بتتكلم عن الأندية الشعبية ديت في وقت من الأوقات كانت هي المفرخة للنجوم. صحيح كرة القدم عالم مليء بالمتغيرات، ومن وقت للآخر كرة القدم بتتغير، ولكن إحنا لازم نواكب التغير ده وما ننساش الجزء الخاص بالثقافة بتاعتنا والإرث الكروي بتاعنا وهو الأندية الشعبية. فكان شيء مهم جدا من أحمد دياب إن هو يتكلم في الأمر ده، لأن فعلا الأندية الشعبية دي ليها جماهير كسر، مش زي ما الناس متخيله ان هم ما لهمش جماهير. لو انت تتفرج على المباريات بتاعت الانديه الشعبيه دي حتى في الدرجه الثانيه بتلاقي جمهور كتير جدا موجود جداً. يمكن انا يعني كنت بحلل مباراه البلديه في الصعود ويمكن قلت جمله انا سمعتها من جمهور البلديه قبل كده يحيى، وهو كان بيقولها في المدرج على طول ساعه الصعود، هم على اسطح مدينه ديكيرنس كان بيقول لك بص يا عالم بص يا ناس البلديه في الممتاز. الهتافات ديت مش مجرد كلام بيترص وخلاص، لا حاجة بتحرك مشاعرك، لأن فعلا كرة القدم في مصر هي للجمهور والجمهور هو اللي بيحل الكرة، فبالتالي لازم يكون فيه اهتمام للأندية الشعبية عشان نقدر نستعيد ذكريات الكرة المصرية بواحدة بواحدة، يكون الجمهور مالي المدرجات. أسر أنت كمشجع مصري قاعد بتتفرج على الحفلة وقاعد بتتفرج على الكلام اللي بيتقال، وبعد ما خلاص بقى في راعي جديد للدوري المصري دوري النيل، بتتمنى ايه في الدوري الجديد؟ بتتمنى تشوف ايه في موسم جاي؟ غير خلاص يعني في أجندة منتظمة، في ترتيب مواعيد، هل بتتمنى حاجة تانية زيادة كمشجع؟ وانا بكلمك بحال المشجع المصري اللي قاعد بيتفرج على التلفزيون. اكيد طبعا، يعني بتمنى ان الصورة المبهرة دي كمان يكون انعكاسها ان شاء الله على ارض الواقع في تطبيق مسابقة قوية جدا. لما بتيجي تحاسب حد يحيى على شغله بتشوف شغله تراكمي ماشي في المعيار، ماشي في تقدم ولا في تراجع. ممكن نحاسب الربط على السنتين اللي فاتوا، قلنا الانجازات وقلنا عايزين نشتغل على ايه، وقلنا ان راس مالك زي ما كان دكتور عادل بيقول الانديه الشعبيه وميزان العداله في توزيع صحيح. الجوائز او دعم الانديه دي. لكن في نفس الوقت انا شايف ان الامور، حتى كلام احمد دياب نفسه ان انا راضي عن اداء الرابطه وكوني رئيسا، لا 50% فقط. فالراجل حاسس انه عنده حاجات كتير يطبقها. بتمنى اشوف طبعا جدول واضح من البدايه للنهايه يحيى، مع التحديات اللي اتكلمنا فيها مسبقا وهي مشاركه الاهلي والزمالك في اكتر من بطوله، الاهلي بيصل لعدد 71 مباراه الموسم القادم، كاس الامم الافريقيه، وكل ده لما يكون في مسابقه منتظمه وجدول واضح محدش هيقدر يبقى فوق الاستثناء طبعا. وانا شايف ان الرابطه ماشيه بشكل قوي جدا في انه ده صارم حتى على بالتحديد اقوى الناديين الاقوياء طبعا الاهلي والزمالك وهم قطبي الكره المصريه. نقطه مهمه جدا هكلمك فيها دكتور عادل، وهي الجمهور اللي كنت بتطالب بيه قبل الحفله ما تبدا. بتتمنى تشوف الجمهور شكله عامل ازاي في الموسم اللي جاي؟ يعني في تزايد لاعداد الجماهير وفي شغل كبير جدا ان انت تزود اعداد الجماهير، بتتمنى ايه في الموسم الجديد؟ انت عارف لو بتقرا افكاري انا كنت لسه هقول لك، هكمل بس على كلام اسر على حاجه بس انت لحقتني بالسؤال. زي ما بنشوف المنظر المبهر اللي احنا شفناه النهارده في تدشين بطوله الدوري الجديده والاسم الجديد والمسمى الجديد والافكار الجديده اللي بتطرح على مائده كره القدم المصريه، لازم يكون بالتالي في التزام من الجمهور المصري. اللعبه بتتلعب من اجل الجمهور، فبالتالي نرجو من الجماهير عشان نشجع الساده المسؤولين ان هم يزودوا لنا كل شويه عدد الجمهور حتى نصل الى اللي بنطمح ليه، زي ما شفنا كده في مباراه الاهلي والوداد في نهائي بطوله افريقيا الجمهور بتاع الاهلي مالي الملعب. نتمنى ان احنا نشوف ده من الانديه الاخرى، نشوف جماهيرهم ماليه الملعب. فبالتالي الالتزام من الجمهور ان هو يحط نفسه في على مقعد المسؤولية، ان هو مسؤول شأنه شأن المسؤول اللي بينظم البطولة عشان ينجح البطولة ويحافظ على تواجده في الملعب. لان النهاردة احنا بره في اوروبا زي ما بنحب نبص لاوروبا في كل شيء، اللي بيعمل شيء في اوروبا بيتعاقب، اللي طبعا. بيعمل حاجة خارجة عن النص بيتم على طول الاخذ بالاعتبار بالامر ده صحيح. وبيتم معاقبته تماما. فاحنا زي ما بندور ان احنا زي اوروبا في حاجات كتير، لازم نبص برضو للامر ده ونبقى ملتزمين. طيب هرجع لك تاني، خلينا نروح مرة تانية للحفل ونتابع مع حضراتكم باقي الحفل.
غرامي وغرامي هلكني
وابكي بلكي بلكي يا غزالة sufran mis penas o hermano soy solo llevo tristeza el martirio en el alma el cual dolor de no hallar una mujer buena que me llene el vacío tan grande que ellos dejaron me cante el amor. Yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo nadie que me quiera a mí. Yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo nadie que me quiera a mí. يا حبيبي تعال الحقني شوف اللي جراني من بعدك سهرانة من وقتي بناجي خيالك من قلبك وانا كاتمة غرامي غرامي هلكني ولا عندي لا اب ولا ام ولا عم اشكيله